مشاهدينا مساء الخير. بعد أقل من 48 ساعة ستحتفل مصر بعيد الفن. أعتقد أنه هذا الخبر يستحق أن نبدأ به. ليه؟ لأنه الحقيقة 30/6 من أهم مزاياها أنها استعادت هوية مصر اللي كان تم اختطافها على يد خفافيش الظلام وعلى يد جماعة الإخوان. وبالتالي الاحتفال بعيد الفن هو احتفال بالثقافة المصرية، بالفن المصري، بالحضارة المصرية، احتفال بهوية مصر. في زمن الإخوان وخفافيش الظلام تم التعامل مع الفن على أنها مهنة سيئة السمعة. الفتاوى الدينية التي لاحقت الفنانين والفنانات ولاحقت الفن، أيضا تصريحات المسؤولين هنا وهناك. مصر كانت مظلمة وكانت هناك تخوفات كثيرة من أن الانقضاض سيحدث على الثقافة والفن. الفن من مقومات تقدم الشعوب، الفن اللي بيستهين به البعض من المقومات الأساسية لقياس تقدم الشعوب. عشان كده نستعيد هوية مصر، والفن من المقومات الأساسية لاستعادة الهوية المصرية. الاحتفال بعيد الفن يوم الخميس في حضور رئيس الجمهورية وبتكريم الفنانتين الكبيرتين سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والفنانة الكبيرة نادية لطفي، أعتقد كمان أنه الاختيار كان صائبا. ومصر ستبتهج يوم الخميس، هنشعر أنه هذه هي هوية مصر التي افتقدناها والتي حاول البعض أن يحطمها وأن يدسها بالأقدام. لكن في كل الأحوال هوية مصر لن تختطف، مصر تستعيد هويتها يوم الخميس القادم أيضا، لأنه عيد الفن عيد لكل المصريين وعيد لاستعادة هوية مصر. الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، مدام فاتن أهلا بيكي. أهلا بيك. أعتقد أنه كل مصري يهنئك بالتكريم في عيد الفن، وأعتقد كمان أنه الاختيار كان مناسبا وملائما. بس عايز هذه اللحظة كيف تتعاملين معها، أولا باستعادة عيد الفن وأيضا بتكريم فاتن حمامة في هذا العيد؟ الحقيقة أول ما سمعت الحكاية دي فرحت، وأول حاجة جت في وداني غنوة عبد الوهاب لما كان بيغني الدنيا ليل والنجوم طلعت تنورها. النجوم طلعت تنورها. فدي كانت دايما في لما طول اليوم النهارده وانا في ودني الكلام بتاع الغنوه دي، استرجعت زمان كنا كل سنه في احتفال بعيد الفن. احتفال بعيد الفن للاسف فقدناه، بس كمان لما ياتي احتفال عيد الفن يا مدام فاتن بعد 30/6 وقبلها كان في محاولة للاعتداء على الفن ومحاولة لاختطاف هوية مصر ومحاولة للتعامل مع الفن على أنها مهنة سيئة السمعة، وبالتالي الاحتفال بعيد الفن بعد 30/6 وبعد التخلص من خفافيش الظلام كيف تتعاملين معه أيضا؟ بالحقيقة أنا عمري معاملتي للفن ما تغيرت، دايما في تفكيري أن ده شيء بيسمو بالنفوس وبيخلي البني آدم أحسن قوي. ويعني يكفي الناس اليومين اللي فاتوا كانوا في حزن على طول. حقيقة السنتين دول بقالنا مدة في حزن، والشباب اللي بتروح يعني حزن حقيقي في كل بيت، سواء الواحد فقد حد أو ما فقدش، كلنا حزانة على الشباب اللي راح. ف حاليا كلمة عيد فن وأعياد وحفلات محتاجين لها الحقيقة، محتاجين لشوية من الفرح. طيب وأعتقد الشعب كله محتاج لده، محتاجين لاستعادة البهجة من جديد. مدام فاتن، كان عند حضرتك مخاوف في زمن الإخوان وفي زمن خفافيش الظلام إنه الفن يختفي أو إنه الفن يتضاءل قيمته وتضاءل قيمته؟ يعدم كل الجمال، يعدم أي جمال، مش بس في حتى الرسم، حتى السياحة، كل حاجة جميلة أو بتدي أمل أو بتدي جمال في البلد كانت هتتشال خالص. ده كان إحساسي.
طيب تم تكريم حضرتك كثيرا يعني، لكن هذا التكريم هل يكتسب أهمية خاصة؟ لأن رجوع للي كنا فيه، يعني إحساسي إن مصر بترجع تاني تبقى مصر اللي عرفناها وعشناها. طيب مدام فاتن، يعني خليني هنا، البعض كمان يتساءل هل يمكن أن تعود فاتن حمامة بعمل فني؟ يعني التكريم الناس تنتظره، خاصة أن الاختيار كان موفقا، لكن كمان الناس هتتساءل هل يمكن أن تعود فاتن حمامة بعمل فني في يوم من الأيام؟ شوف، أنا نفسي مش عارفة، يعني قطعا دلوقتي بقول لا، صعب قوي وهتعب، إنما لو جه في إيدي ورق أو سيناريو أما أمسكه أقرأ من الأول للآخر وألاقي الدور يناسب لي، مش ممكن هتأخر. طيب حضرتك متفائلة بشأن الأوضاع في مصر الأيام القادمة؟ يعني الناس كانت محبطة وعانينا كثيرا، وحضرتك اتكلمتي من شوية عن الدماء التي سالت. متفائلة بشأن الأوضاع في مصر مستقبلا؟ والله في، يعني أنا كلي أمل، يعني حاسة إن هتيجي، كل شيء هيرجع تاني إن شاء الله. إن شاء الله نتفائل. ومدام فاتن حمامة، يعني التكريم أعتقد إنه إنها لحظة مهمة، لأنه نستعيد هوية مصر في عيد الفن الذي افتقدناه كثيرا. مدام فاتن بتوجه لحضرتك بالشكر، ألف شكر. الفنانة الكبيرة نادية لطفي أيضا سيتم تكريمها في عيد الفن الذي سيصبح عيدا للمصريين، وسيصبح عيدا لاستعادة هوية مصر اللي تم اختطافها على يد خفافيش الظلام، ولكننا استعدناها في 30/6. الفنانة الكبيرة نادية لطفي. مدام نادية أهلا بيكي. مدام نادية سمعاني؟ أهلا أهلا أهلا. مدام نادية ألف مبروك على التكريم يوم الخميس في أول عيد فن بعد غياب كبير لهذا العيد الذي اختفى من حياتنا. كيف تتعاملين مع هذه اللحظة، لحظة تكريمك في عيد الفن؟ مدام نادية سمعاني؟ أنا سمعاك. أيوة. أولا ألف سلامة. الله يسلمك. الناس كلها عايزة تطمئن على صحتك، وطمنينا أولا ألف سلامة، وثانيا التكريم، كيف تتعاملين مع لحظة التكريم يوم الخميس القادم؟ إن شاء الله. بالنسبة ليا والعملية اللي أنا عملتها في العمود الفقري، يعني في تحسن الحمد لله، لكن هذا الخبر إداني شيء أنا مش فاهماه. يعني أنا كنت هكلم الدكتور محمد توفيق أقول له إيه اللي حصل. أنا حسيت كده إن في سريان شيء يعني في جسمي خلاني اقدر اخطو، يعني انا كنت ما بقدرش امشي كويس، بس لقيتني بمشي كويس وصحتي بقت كويسه، وبالتالي ان انا خفيت خالص بالخبر بتاع عيد الفن. ايوه، لان ده عيد لقاء مصر في بوتقه جميله، لقاء حب، لقاء تاريخ، في لقاء الإصرار على الحياة، الإصرار على العدوان مهما حصل. يقينا مصر بمصريها، بفنانيها، بفنها، بثقافتها، بكل عناصرها، لا يمكن إن حتى يحصل اهتزاز. هي غمة وما زلنا فيها، لكن لا تؤثر فينا إحنا هنظل إحنا. أنا بشكر اللي فكر هذا اللقاء ده، مش لقاء تكريم ليا، ده تكريم لنا كلنا، لأن إحنا جزء من بعض، مفيش واحد لوحده. يعني نادية لطفي دي إيه؟ مين نادية لطفي؟ نادية لطفي دي آلاف وملايين اشتركوا في تكوينها، بحبهم، بسندتهم، حتى بفكرهم اللي هو غايب لكن حاضر.
فأنا مش قادر أقول لك أعبر، يعني يا ريت أقدر أعبر عن إن أنا الأمنية اللي دايما بتمناها إن أكون في وسط بلدي. يوم الخميس حبق رموز بلدي، حب بلدي، يا ده حاجة شيء غير أنا مش قادر أتحمله الحقيقة. لكن أنا بشكرك أولا لأنك أنت يعني فكرت فيا، وأنا بعتز بيك لأنك أعمالك بحثك تضميدك لوطنك ده شيء جميل جميل جميل. فأنا مش قادر أقول لك قد إيه أنا سعيدة باللقاء اللي من خلاله هشوف مصر كلها في عزة وكرامة. في نقطة كمان مهمة جدا. اتفضل. 30 يوليو ده مش ما جاش فجأة، ده كان مخزون زي اكتشاف البترول، بتبقى أرض جرداء وفجأة واحد يفحت يطلع بترول، لكن يطلع بترول عزة مصر في رجالها وفنها وأطفالها كمان وجيشها جيشها جيشها. هنا ما هو ده بيخليني أسألك، ما تخوفتيش يا مدام نادية في أي من حاجة أبدا؟ ما تخوفتيش أن نفقد الفن ونفقد الثقافة المصرية ونفقد هوية مصر؟ أنا خفت أن احنا تدفع فينا عربون على الأرض وما عليها، الأرض وما عليها، أنا كنت هتجنن. وبعدين طبعا ما جننتش لسبب، لأن لقيت رجال مصر وأطفال مصر طلعوا 30 50 مليون. الله، يبقى خاف من إيه؟ وراهم سد عالي، خرسانة، الجيش المصري. أنت حضرتك أكيد وإضافة رجال الشرطة اللي هم يعني رسمين عليهم كل يوم، إيه الحكاية بالظبط؟ انت حضرتك طبعا مستاءة وغاضبة من محاولات تحطيم الجيش المصري ومحاولات إهانة الجيش المصري والشرطة المصرية. والشرطة المصرية مهمة جدا، لان دي سياجي انا بقى، مش بقى الوطن، ده سياجي داخل الوطن. الله، ودول ولادنا، يعني ولادنا ولادي، يعني لازم اهتمام، لازم تطوير، لازم تقفوا جنب الجيش، جنب الشرطة المصرية. ما عندهم، أنا شايفة ما عندهمش إمكانيات كاف يعني تليق بالحالة، لأن دي مش دي حالة جديدة جدا، ما كانش عندنا صفحة مليئة بالإجرام فجأة اتفتحت. إيه ده؟ يبقى لازم أنا دعم بوليسي، البوليس. والناس كلها تقف مع الشرطة والجيش، مش تقف. أنا ما عارفش أعمل إيه، الحكومة نفسها لازم تديهم كل الإمكانيات، عربيات وأسلحة، لازم تبرعات مساندة. طيب مدام نادية، أنت في البداية كنت هتعتذري عن المشاركة في عيد الفن لأسباب كثيرة منها الأسباب الصحية، ولكن تراجعتي عن ذلك وصممتي على المشاركة، لماذا؟ أنا أقول لك بقى إيه، يعني أنا أؤمن بالشيء الرغبة والقدرة. فأنا طبعا لما دعيت كان بالنسبة لي ده شيء يعني امتنان عميق، ولكن أنا قدرتي بقى، رغبتي ما كان كانت جامدة، لكن قدرتي الشخصية فاعتذرت. لكن لكن حقيقه بقى الاداره اللقاء، الاستاذ هاني مهنا وبعض العاملين في رئاسه الجمهوريه والاطفال اللي انا بالنسبه لي اطفال، يعني مثلا مدام ليلى علوي، مدام شاهين، الهام دلال، هاني مهنا، مدحت، الولاد انا بعتبرهم ولاد، يعني ما انا ما بتكلمش في السن دلوقتي، لكن هم ولاد وهم ظهرت مصر موجودين. فمن يعني ايه، ومثلا هاني مهنا،
طيب بصيت لقيت احمد يحيى يعني ايه البلد الحلوه دي، فانا حاجي هما قالوا لي هنشيلك هنسردك اي طريقه بس لازم تكوني موجوده، فانا ان شاء الله ربنا يديني الصحه وقوه ان انا احضر، ومن الحضور ده اخد يعني طاقه واخد يعني، وانا عندي كميه طاقه شديده بس للاسف ان عندي عجز دلوقتي، لكن ان شاء الله هتغلب عليه بعد الحفله. ربنا يشفيكي، وانا واثق انه وجودك في وسط الشعب المصري، لانه الشعب كله سيتابع هذا الاحتفال وهيستعيد الايام الجميله، وهيستعيد صناعه البهجه التي هي صناعه مصريه، وهيستعيد الفن المصري وهو من مقومات الهويه المصريه، وبالتالي ان شاء الله هتلاقي نفسك قويه في هذا اليوم. مدام ناديه، حضرتك من الفنانات القلائل اللي انتقلنا يعني من للعمل المتعلق بالعمل الانساني والاجتماعي وخدمه الوطن وخدمه الامه العربيه ايضا من خلال العمل الانساني والاجتماعي. تعتقد بانه الفن لعب دورا ويجب ان يلعب دورا هذه الايام تحديدا في مواجهه الارهاب المسلح؟ اكيد يا فندم اكيد. وبعدين هو الفنان ايه؟ هو الفنان مرآة بيعكس يعني بيتنفس فكر ووطنه ومجاله وبيعكسه، فإن شاء الله الانفجار اللي حصل الجميل في مشاعر المصريين مش بس هيكون في السينما، هيكون في جميع المجالات، لأن فعلا حاسين إن إيدهم مسكت أرض طين مصر، نيل مصر أصبح يعني رب ضارة النفعة. يوم الإنسان المصري حس إن هو بيتباع ويدفع فيه عربون بتاع القناة بتاع غزة، يعني حصل حاجة، كل واحد مستعد إن شاء الله مش يتطوع يبيع نفسه من أجل أرضه وحبه وزملائه. وتصور لما أنا الصبح أقوم ألاقي إن أنا ماليش هوية مصرية، مصر بحالها بكل روعتها وجمالها في أماكنها في حواريها في أطفالها، حتى الأطفال الشوارع دول قيمة كبيرة. تخيل لما دول فجأة نلاقي نفسنا ما عندناش هوية، ما لناش مصرية، ما لناش النكتة الحلوة بتاعتنا. الله، ده كل الناس اترعبت، والرعب ده عمل جيد، رفع الأدرينالين وخلى الناس كلها تنفعل وتبقى جزء قيمة واحدة وحب واحد وروح واحدة. فالروح دي يعني عادت لمصر إن شاء الله، وإن شاء الله هيحتفل كل المصريين معاكي وبيكي إن شاء الله. يعني دي أنا بشكر طبعا اللي فكروا فيها، والسيد الرئيس والسيد الوزير على إنهم يشتركوا معانا، فنبقى كلنا أسرة واحدة وإحنا كلنا مع بعض، والجمهور كله بقى ده له قيمة كبيرة كبيرة كبيرة، وسيادتك أدرى بهذا يعني. الله يخليك، إن شاء الله يوم الخميس هو يوم استعادة هوية مصر. مدام نادية لطفي الفنانة الكبيرة التي سيتم تكريمها يوم الخميس في عيد الفن، ألف شكر، بتوجه ليك بالشكر. قبل ما أسأل الأستاذ هاني مهنا، تعالوا نشوف أستعيد معاكو فاتن حمامة، وبعدها أيضا نستعيد معاكو نادية لطفي.
طلباتي في الدنيا بسيطة، واللي مش طالب كتير ما يخافش من حاجة. بكرة موت ويلمنا التراب، والفلاحين اللي انت بتستعبدهم دول حيدوسوا علينا برجليهم. انا مش هيدالي بال الا لما طلعت من هنا. كل ما فكرت في غنوة جديدة. أنا أنصح حتى كل زملائنا أن يحولوا يوم الخميس القادم إلى يوم للفن، ونستعيد به كل الأعمال الفنية التي أثرت في الشعب المصري، وكل الأعمال الفنية التي تمثل جزءا من وجدان هذا الشعب. يجب أن يكون يوم الخميس يوما للفن، لأنه الفن من مقومات الشخصية المصرية، من مقومات الهوية المصرية. تعالوا نستعيد معكم أيضا الفنانة الكبيرة نادية لطفي التي سيتم تكريمها يوم الخميس القادم. سلام، ايه العظمة دي؟ ده حاجة فوق الوز. مش قلتلك الجمهور هيفرش لها الأرض بالورد. يوم الخميس يجب أن نحوله يوما للفن، لاستعادة الهوية المصرية مع الاحتفال بعيد الفن. وهنا لابد أنه أخص بالشكر الموسيقار الكبير الأستاذ هاني مهنا، رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، لأنه يعني هو مع مجموعة كبيرة من الفنانين من الذين حاربوا لاستعادة عيد الفن من جديد. واستعادة عيد الفن بعد 30/6 يكتسب أكثر من مغزى، هو رد على خفافيش الظلام وعلى المتطرفين إن الفن لا يمكن أبدا أن نفقده، وإن الفن من مقومات الشخصية المصرية ومن مقومات الهوية المصرية. موسيقار الكبير أستاذ هاني مهنا. أستاذ هاني أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ وائل، ومش هشكرك على المقدمة الجميلة دي، لأنه ده شعور الفنان وشعور الإعلامي وشعور المثقف على إن هي دي مسؤوليته عن الوقوف أمام التجهيل والتغريب وللأسف اللي حضرتك ذكرتهم خفيش الظلام اللي رجعوا الفن لورا مدة كبيرة جدا جدا، وكلنا تكتفنا بصراحة. يعني أنا حضرت الأعياد الفن ما قبل 89 بوجود طبعا الزعيم الراحل انور السادات، وبذكر حتى هينزل افلام تبرهن على ان ازاي الزعيم كان بيهتم بالفن وازاي الدوله كانت بتطلع الفن. فاحنا الفساد اللي حصل في الدوله 30 سنه ايضا طال الفن في السينما والاغنيه والمسرح وكل انواع الفنون. فبالتالي احنا مررنا بوقت فظيع جدا جدا ومؤلم، ولدرجة ان الواحد يعني الحمد لله بشكر ربنا انه اداني العمر لحد ما اشوف تاني عيد الفن بعد قرابة 34 سنة توقف. وكمان عيد للفن بعد 30/6 تحديدا، وبعد التخلص من كابوس الاخوان بالضبط. وهذا الكابوس اعتقد انه يكتسب اكثر من مغزى، نقول للعالم اننا نستعيد هوية مصر من جديد. يعني الجميل في الامر يا استاذ وائل انه مصر طول عمرها متصدره المشهد الفني في امام الدول العربيه كلها، يعني قلنا عليها قبله الفن العربي وقلنا عليها هوليود الشرق وقلنا كل المسميات دي، احنا ما ادعيناش هذا الامر، بالعكس هم العرب اللي كانوا بيقولوا نفس المقوله
هم بيقولوا على مصر كده. فبالتالي النفوس الشريرة اللي حاولت تحبط أو تستخدم الفن، تستخدم الفن كما استهدفت الدولة وبمفاصلها اللي احنا شايفينها على السطح إلى الآن، أيضا استهدف الفن من أكثر من 30 سنة، حاولوا إن هم يشيلوا التايتل بتاع قبلة الفن العربي وعيود الشرف. كل ده كان بيخربش في نفوس بعض الضعفاء للأسف. طيب استاذ هاني، ناخد بعض المعلومات شوية عن الاحتفال. رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور سيحضر الاحتفال، وهو الذي سيقوم بالتكريم. الجميل طبعا، هو الجميل في الأمر أنه هو بداية مع الدكتور صابر عرب، الراجل المحترم اللي أنا قعدت معاه ووصلنا لتحديد اليوم، وكان أكثر رمزية في هذه الأمر اللي طبعا مولد الموسيقار عبد الوهاب 13/3، ووافق بهذا الموضوع وبدأنا نتحرك. لقينا القرارات دي توجت برئيس الدولة أو رأس الدولة الفخامة الرئيس على أنه يكون الراعي، وهو اللي هيكرم رموز الفن المصري. فبالتالي ده كان أكبر تكريم للفن والفنان صراحة. طيب هنا الاختيار أيضا، أنا قلت في المقدمة والحقيقة حينما نبدأ هذه الحلقة بمكالمتين هاتفيتين من سيدة الشاشة فاتن حمامة ومن الفنانة الكبيرة نادية لطفي، يعني يمكن أن نحسد أنفسنا حتى، لأنه الفنانة الكبيرة فاتن حمامة والفنانة الكبيرة نادية لطفي من عمالقة الفن المصري. الاختيار، من هو صاحب الاختيار وكيف تم الاختيار؟ والله يا أستاذ وائل احنا قعدنا في لجنة، يعني مش لجنة، حتى استشارات بالتليفون، لان احنا يعني كان هذه التبادلية بيننا وبين رئيس الجمهورية. انا كنت برشح بعض النجوم والفنانين، وبعدين يقولوا لي لا هو ده حصل على وسام الاستحقاق، وبعدين بعد ما عملنا دروع على اساس هنقدم درع لكل فنان، فطبعا جالي خبر ان فخامة الرئيس ادى قرار بانه يبقى وسام الاستحقاق من الدرجه الاولى، فده شيء عظيم. فبالتالي اللي كرموا من قبل وحصلوا على هذا الوسام استبعدناهم طبعا، يعني لازم ندي فرصه للي ما خدوش هذا الوسام. فطبعا دلوقتي خلاص الجرايد احنا قلنا مش هنقول الا يوم الاربعاء عشان تنشر الخميس، وبما ان حضرتك في الليل دلوقتي مش هيفهم، مفيش جرايد هتنشر بكره، فبالتالي بنقول برضو عشان اللي هيكرموا ياخدوا نصيبهم من هذا هذه الاحتفاليه اللي حضرتك اشرت اليها. طبعا في الفنان محمد فوزي من الراحلين، طبعا الفنان محمد فوزي سيتم تكريمه ان شاء الله. الفنان عز الدين ذو الفقار مخرج العبقري بتاع الرومانسيه، استاذ عبد الحي اديب السيناريست الكبير، مين رشدي اباظه، رشدي اباظه، احمد منيب الفنان اللي اكتشف محمد منير وده رمز النوبه، وبعدين بعد كده الفنانه شاديه، الفنان محسن نصر مدير التصوير العبقري، الفنانه سميحه ايوب، الفنان حسن يوسف، الفنان عزه العليلي، الفنانه ناديه لطفي، الفنان محمود ياسين، الفنانه ماجده، وطبعا الفنانه فاتن حمامه. طيب لكن وسام الاستحقاق من الدرجه الاولى، من الدرجه الاولى لهم جميعا؟ لهم جميعا يا فندم، لهم جميعا، لهم جميعا طبعا. ورئيس الجمهوريه هو اللي قال لك لا انا حدي وسام الاستحقاق. والله وتعذبنا قبل ما نعمل حاجه لائقه على درع لائق، انما كل ده طبعا وسام الاستحقاق اقيم بكثير جدا من اي درع يعطى لهم طبعا. طيب طبعا الاسماء اللي حضرتك قلتها كلها يعني الحقيقه اسماء تدغدغ العواطف وتستعيد، يعني يمكن أن تهز الوجدان حتى أي شخص حينما يستمع إلى هذه الأسماء اللي أثرت في وجداننا من خلال أعمالهم الفنية. الناس كلها هتتابع يوم الخميس القادم. على فكرة يعني احنا برضو عايزين نذكر السادة الفنانين إن دي أول نقطة انطلاقة لعيد الفن، فبالتالي لو حبينا نفكر في مين اللي هيتكرم احنا هنلاقي آلاف بصراحة من يستحقوا هذا التكريم. انما السنوات القادمه ربنا يدينا العمر طبعا هيكون في تكريمات لفنانين معاصرين وفنانين رحلوا ايضا هياخدوا نصيبهم من هذا التكريم، وهيكون فعلا اليوم ده حسب قرار فخامه الرئيس ان يبقى يوم عيد سنوي يكرم فيه الفنانين زي ما احنا
يعني خلاص 13 مارس سيصبح عيدا سنويا للفن. عيدا سنويا بالظبط يا فندم. وهو نفس يوم عيد ميلاد الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. بالظبط كده. بالظبط. طيب استاذ هاني مهنا الف شكر، وهنتابع الاحتفال مع حضرتك، بتوجه اليك بالشكر. تاني بقول انه تعاملنا مع عيد الفن يوم الخميس على انه بمثابه اهم من الاحداث السياسيه، يعني بدانا به هذه الحلقة لأنه نحن نحتاج إلى استعادة الهوية المصرية، نحتاج لاستعادة الفن المصري، لأننا عانينا خلال العامين الماضيين للأسف الشديد قبل 30/6 من محاولات للاعتداء على الفن ولطمس الفن ولإهانة الفن وللتعامل مع الفن على أنها مهنة سيئة السمعة، وبالتالي نحن نستعيد الهوية المصرية. يوم الخميس القادم سيكون يوما للاحتفال بالفن وللاحتفال بالهوية المصرية. طيب من القضايا المهمة أيضا كابتن صلاح أمين، كابتن طلائع الحرب، فريق طلائع الحرب تم عقابه لأنه رفع إشارة أو استخدم ما يدل على إشارة طلائع الجيش، قصدي طلائع الجيش، احنا عشان بنعيش حالة حرب مع القوات المسلحة في مواجهة القوات المسلحة، لكن طلائع الجيش من الأندية المميزة، كابتن صلاح أمين استخدم إشارة السيسي يعني في الملاعب، عوقب بسبب ذلك على اعتبار أن الذين استخدموا أيضا، أو احنا شايفين الصورة على الشاشة اللي هو يعني سي باليد اليمنى عامل سي وباليد اليسرى عامل سي، هكذا فسر ذلك، وتم إيقافه وتوقيع عقوبة عليه تم تخفيفها بعد ذلك، على اعتبار أنه كل اللاعبين أيضا الذين استخدموا إشارات رابعة تم عقابهم، وبالتالي هنا لابد أن نضع قاعدة واحدة، وهي أنه لا لاستخدام أي شعارات سياسية. لا أنا عايزك يا سيدي تأيد الإخوان، ولا عايزك تنزل تندد بالإخوان في الملاعب، ولا عايزك تنزل تحيي أي فصيل سياسي، ولا تحيي أي شخصية ربما ستلعب دورا سياسيا في الأيام القادمة. كابتن صلاح أمين معانا. كابتن صلاح أهلا بيك. إزاي حضرتك في الزوائل؟ أهلا بيك، إزاي يا كابتن؟ ربنا يخليك، إزاي حضرتك؟ أنا شايف هنا أولا العقوبة كانت إيه الأول وتم تخفيفها لإيه؟ لا والله هي آخر حاجة كانت اللي هي العقوبة إيقاف لنهاية الموسم وغرامة 20,000 جنيه، انما جاء بعد كده في اتحاد الكورة قالوا ان اللائحة بتنص على ان الغرامة او اي علامة سياسية بتنص على ان الايقاف يبقى 5 مباريات و15,000 جنيه. 5 مباريات و15,000 جنيه. وتم توقيع هذه العقوبة بالفعل. وتقريبا لحد دلوقتي واتوقع العقوبة لسه اللي هي ايقاف في نهايه الموسم وغرامه 20,000 جنيه. طيب كابتن صلاح، يعني مهما كان حبك للقوات المسلحه ويعني تأييدك للمشير السيسي، يجب ان نبعد الملاعب عن استخدام اي شعارات سياسيه حتى لا نعطي الفرصه لخصومك ايضا ان يستخدموا شعارات سياسيه فتتحول الملاعب الى ساحه للصدمات السياسيه. لماذا استخدمت هذا الشعار الذي نشاهده على الشاشة سيسي؟ بص هقول لحضرتك حاجة يا أستاذ وائل، بعيد عن الموضوع ده كله وبعيد عن العقوبة، أنا عايز أقول بس كلمتين الأول. اتفضل. أنا طبعا بقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل المذيعين الرياضيين اللي قالوا عليا إن أنا عملت كده، والله العظيم أنا ما عملت علامة سياسية خالص، والله العظيم انا كنت كل اللي بعمله كان عباره عن عيد ميلاد كان واحد صاحبي، وكنت معايا صوره تاني. انا كنت عايز اجي لحضرتك عشان اوضح لحضرتك بكتير جدا اللي حصل، ان انا كنت رافض جدا ان انا اعمل مداخله في اي قناه رياضيه، لان كلهم الفتره اللي فاتت كلهم كانوا بيهاجموني جامد جدا. انما والله العظيم انا ما رفعت اي اشاره سياسيه، ده كان عباره عن ان انا كاني برش سبراي، انا وواحد صاحبي تاني كان معايا بفريق اسلام جمال بنرش على بعض الاسبريه، ان انا ما عملتش اي اشاره سياسيه. يعني انت الاشاره اللي احنا شايفينها على الشاشه دي يا صلاح بتقصد بيها ايه؟ بترش على يعني اقول لحضرتك حاجه، انا لو بقصد اشاره سياسيه او بقصد ان انا عملت العلامه دي، انا لازم اقول ان انا عملت، يعني مش هخاف، دي حاجه مش هتضرني او حاجه مش يعني عادي، وهبقى متقبل العقوبه
زي ما اتحاد الكره يقول هبقى متقبل العقوبه وانا مرتاح، انما انا والله العظيم ما عملت اي اشاره سياسيه ولا اقصد بها اي اشاره سياسيه خالص في الموضوع دوت. انما حضرتك دلوقتي اتكلمت بتقول ان ما ينفعش ان ندخل السياسه في الرياضه. بالنسبه بقى للمذيعين الرياضيين اللي هم ليل ونهار اصلا ما وراهمش حاجه غير ان هم يتكلموا في السياسه، مين اللي هيعاقب الناس دي؟ يعني الناس دي مين اللي هيعاقبها؟ اللي هم شغالين بيتكلموا والمعلقين على المباريات اللي هم بيقعدوا دايما بيتكلموا في السياسه، الناس دي انت ما بتدخل السياسه. هيقول لك انا مش في الملعب. يعني ايه مش في الملعب؟ يعني هو هيقول لك منع استخدام الاشارات في الملعب فقط، لكن يعني يا صلاح لو انت استخدمت ده، يعني لو انت قاعد على القهوه وعملت ده، لو انت ماشي في الشارع وعملت ده ما حدش هيحاسبك. لو انت طلعت معاه في برنامج بتتكلم في السياسه ما فيش حد هيلومك، لكن هو المشكله في استخدامها في الملعب. يا استاذ وائل ما هو المشاهد ذنبه ايه برضو؟ ان هو يسمع كلام سياسي في مباراه رياضيه شغاله. هو بص انت إيه؟ انت عندك حق ماشي. طب كمل، انت عايز تقول ايه في الاعلام الرياضي؟ يعني انا كل اللي انا عايز اقوله بس حسب الله ونعم الوكيل فيهم، لان انا والله العظيم هم ظلموني جامد جدا، وانا والله العظيم والله العظيم انا ما عملت اي اشاره سياسيه خالص ولا كنت اقصد بيها اي حاجه، لان انا بلعب في مؤسسه كبيره، مؤسسه القوات المسلحه، فانا مش راجل، انا راجل كابتن تيم، انا والكابتن احمد عبد العزيز، انا راجل كابتن التيم بتاعي، ما ينفعش ابقى عندي اوامر بان انا ممنوع نتدخل في السياسه خالص، وهاجي انا هفاجئ الجميع بان انا اعمل اشاره سياسيه، لا مش هعمل كده. طب الاشاره دي بتقصد بيها يا صلاح ايه؟ انت بتقول انك بترش حق، بتهزر يعني؟ انا بهزر بعد الجون، مش هيجي لي فكره اصلا بعد الجون ان انا هعمل كده، ولو عايز اعمل كده هروح اوضحها كويس قوي قدام الكاميرا، هما ما يجيبوش صوره يوقفوها لي، وما يجيبوش، لو جابوا الفيديو حضرتك يا استاذ وائل هيلاقوني ايدي صوابعي عماله تشتغل كاني بطش ليه؟ ما يثبتوليش صوره. يعني ثبتوا صوابع ايديك بحيث يبدو انها واقفه عند سيسي. بالظبط كده، والله العظيم هو ده اللي حصل، وهو ده اللي انا مش عارف. انا بص يا استاذ وائل، انا والله العظيم والله العظيم ما مصدق اللي بيحصل لي دلوقتي من الاعلام، الناس ما صدقوا، يعني ما صدقوا يمسكوا اي حاجه على الجيش، لا احنا الحمد لله عندنا قاده كبيره في الجيش بتعرف ازاي تتكلم مع اللعيبه ان احنا ما نتدخلش في اي امور سياسيه تخص البلد، لان احنا برضو في وضع حساس ان احنا لعيبه نادي الجيش. يعني انت اصل انت طلائع الجيش كمان، يعني هو فريق في النهايه ينتمي للمؤسسه العسكريه، وبالتالي هنا المساله هتعمل حساسيه شويه، يعني انه زي ما بلوم الاخوان على عدم اللاعبين يعني الذين ينتمون الاخوان على عدم استخدام شعارات سياسيه، وبقول لهم اعملوا ارفع اشاره رابعه كما تشاء في اي مكان، لكن في الملعب خطر، فايضا نلومك يعني. والله العظيم يا استاذ وائل والله انا مشكله ان انا يعني انا دلوقتي في موقف مش قادر يعني اقول الحقيقه لحد، يعني انا ما بعملش مداخلات مع حد. لا انت بتصارح الناس اهو، الناس يعني انت بتقسم كمان يا صلاح، يعني انا اقسم بالله العظيم انا ما عملت اي اشاره سياسيه خالص، والله العظيم يا استاذ وائل انا ما عملت اي اشاره سياسيه والله. انا عموما انا شخصيا بحس كده مصدقك وبسيب ده المشاهد، بس خليك معايا يا صلاح، عايز اكمل معاك سؤالين كده بس ما ينفعش اسيب الفنان الكبير الاستاذ حسن يوسف على التليفون. خليك معايا استاذ حسن، الف مبروك على التكريم. استاذ وائل حبيبي الف مبروك والله، واختيار صائب. الله، اختيار دقيق وصائب. الله يخليك ويبارك لك يا حبيبي. انا انت مديني نمره التليفون ما بتردش عليا خالص. وبعدين يعني اجيبك ازاي؟ طيب لا ده انا اجي لك لغايه عندك من قيمتك وقامتك يعني. الله يخليك. كيف تتعامل مع لحظه التكريم في عيد الفن يا استاذ حسن؟ والله انا ارى اولا ان عوده عيد الفن في حد ذاته بالنسبه سواء انا كنت مكرم في هذا العيد او لا، انما انا اشوف عوده عيد الفن بهذا الشكل شيء جميل جدا في هذه الظروف، عشان ترد على حاجات كثيره قوي وتوضح للعالم كله ان احنا الحمد لله بدانا حاله الاستقرار وبدات الامور تعود الى طبيعتها باذن الله. بالنسبه لي انا هذا التكريم بيرد على الظلم اللي انا اتظلمته في مهرجان القاهره السينمائي، دوره ورا دوره بفعل فاعل. ما هو قال لك هنكرم فنان بدأنا ازاي يا استاذ حسن يعني؟ نعم حبيبي.
يعني قالوا ازاي هيطلع بدقن مع انه طبعا الناس يعني على فكره انا عايز اقول لحضرتك بعد ما طلعت معاك وقلت ان انا كنت بتشطب علشان كان الاستاذ فاروق حسني بيقول ان ما ينفعش نطلع حد بدقن جنب يتكرف ورايا القاهره. بعد ما رجعت مع ان رجعت متاخر انا اتخلصت معاك متاخر لفتة كريمة جدا من الاستاذ فاروق حسني كلمني وقال لي اقسم بالله انا بريء من هذا انا بريء من هذا ولم اشطب اسمك ابدا من مهرجان القاهره. بالعكس انا كان يشرفني ان انا اكرمك من مهرجان القاهره. فانا الحقيقه برد الراجل حقه بعد ما ظلمناه في الحديث. لا لكن ما قالش لحضرتك مين اللي شطب اسمك او مين اللي ما كانش عاوز يسكت. هي معروفه يعني هي فعلا هي معروفه وهي عارفه نفسها لو كانت تسمعنا يعني. طيب هنا طبعا تكريم حسن يوسف تحديدا كمان وانا بستعيد عيد الفن بعد التخلص من خفافيش الظلام ومن المتطرفين في تكريم خاص ليك لانه البعض كان كمان حاول ان يلصق بك زورا وظلما فكرة حسن يوسف الفنان المتطرف الذي ينتمي للجماعات المتطرفة. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من التطرف والمتطرفين. لا الحمد لله أنا رجل تلمست على دين الشيخ الشعراوي وعرفت صحيح الإسلام وعرفت الإسلام الوسط الحقيقي وأن الإسلام هو إسلام الدين الوسط. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم وكذلك جعلناكم أمة وسطة. فاللي يخرج عن ده ويعمل دين من عنده بقى خرج عن القرآن. يعني هم عايزين أهله يعملوا أهل القرآن. القرآن وربنا قال لكم وكذلك جعلناكم أمة وسطة. فاللي ينتمي منكم إلى غير الوسط بيخرج عن القرآن الكريم. الحمد لله. طيب. رب العالمين. لما هتقف في لحظة التكريم كده مع فاتن حمامة ونادية لطفي كل ده مع حفظ الألقاب وسميحة أيوب وعزة العليلي والفنان محمود ياسين لما تقفوا مع بعض ونستعيد الفن المصري في عيد الفن هيبقى عندك إحساس وشعور مختلف يا أستاذ حسن؟ والله طبعا هبقى سعيد أن أكون في بين هذه الكوكبة على قمتها السيدة فاتن حمامة والسيدة نادية والزميلة العزيزة الحبيبة نادية لطفي والفنانة القديرة سميحة أيوب والزملاء بقى عزة العليلي واعتقد محمود ياسين. هبقى سعيد ان انا بين هذه الكوكبة ان يعني انا قامتي ترتفع بوجودي بينهم يعني. طيب استاذ حسن بأهنيك تاني واعتقد انه اسالك بس سؤال اخير مغزى استعاده عيد الفن بعد 30/6 رساله لمن؟ رساله لكل المتطرفين ورساله لمن يريد ان يلصق بمصر تهمه عدم الاستقرار وتهمه ان خفافيش الظلام ما زالين مسيطرين وبيعملوا قلق في المجتمع. فدي رسالة بتقول إن إحنا بدأنا خطوات على طريق الاستقرار وإن شاء الله تتم هذه الخطوات إلى أحسن وأفضل بإذن الله. إن شاء الله. أستاذ حسن يوسف الفنان الكبير بتوجه لك بالشكر ألف شكر. أعود للكابتن صلاح أمين. الراجل بيقسم يا جماعة إنه ما عملش علامة سيسي. طيب صلاح ما قلتش ده ليه في التحقيق؟ هل تم التحقيق معاك؟ ايوه تم التحقيق معايا يا استاذ وائل وقلت الكلام ده كله في التحقيق وفوجئت بعد كده ان المستشار اللي حقق معايا المستشار القانوني اللي حقق معايا في التحقيق انا قريت يمكن امبارح خبر كده على موقع من مواقع اللي هو كاتب ان انا اعترفت على ان انا عملت كده. هو كاتب كده هو كتب ان انت مش بتوقع على التحقيق معاك. التحقيق انا على التحقيق وكان معايا المحامي معايا من نادي وقعنا احنا الاثنين على التوقيع على التحقيق. وانت ما قلتش ده في التحقيق خالص يعني. والله العظيم ما قلت اي حاجه من دي خالص. طب احنا يعني مش عاوزين انك تتعرض للظلم حتى احنا يعني كنا استاذ وائل انا عايز اقول لحضرتك حاجه بس. اتفضل. الموضوع دوت انا مستغربه جدا لان انا مستغرب جدا من حاجه يعني ايه طبعا انا اي قرار هيطلعه اتحاد الكره طبعا متقبله جدا
لان انا مش طبعا مش هقف قصاد اتحاد الكره في قرار هم هيطلعوه. هو الموضوع كله ان عشان خاطر احمد عبد الظاهر كان عامل الاشاره بتاعت رابعه، فالمفروض ان انا عشان خاطر حصل مني اي بقى الموقف اللي حصل دوت واتصورت بالشكل ده، فالمفروض لا يبقى في عدل يعني يبقى لا عشان نقول للناس نحن لا نتصيد لمن يؤيد الاخوان فقط، ولكن احنا عاملين قاعده وفي مبدا عام عدم استخدام الاشارات السياسيه في الملاعب. بالظبط. انت بقى هتعمل عدل ازاي؟ يعني انا عايز اعرف ايه نوع العدل اللي انت عايز تعمله؟ نوع العدل اللي انت تظلمني عشان تثبت لكل الشعب ان انت خلاص كده انت كده عملت عدل يعني بيني وبين عبد الظاهر في الحكم؟ لا انا مظلوم، انت ظلمني والله العظيم، انت ظلمتني وهتعمل كده وانا ما فيش مشكله. انا بالنسبه لي استاذ وائل، لا هو صلاح الوقت مبدا العدل هيبتدي من عندنا بايقافي، والله العظيم انا ما عنديش مشكله، انما احنا كده كده في الاول والاخر احنا ما عندناش عدل، يعني في كل حاجه ما عندناش عدل. عدل ايه؟ عدل ان انت تظلمني وان المذيعين الرياضيين كلهم يظلموني ويقعدوا يقولوا كلام انا ما عملتوش ويتهموني بحاجات جامده جدا ويطالبوا بعقوبتي عشان خاطر، يبقى هو ده العدل؟ والله انا بقول بس حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. انا مش مشكله، بص هقول لحضرتك حاجه يا استاذ وائل. انا بلعب في مؤسسه عسكريه كبيره جدا، يعني المؤسسه دي لو انا فرضا عملت كده العلامه دي فرضا ايه المش يعني ايه القصه؟ راجل انا بلعب في المؤسسه العسكريه وده راجل رئيسي في العمل، ايه المشكله؟ ايه القصه في الموضوع ده؟ انا مش فاهمها. ايه القصه في السياسه في كده وده راجل رئيسي وانا راجل في القوات المسلحه؟ ايه القصه في الموضوع ده؟ انا مش فاهمها لحد دلوقتي. يعني انا خلاص انا عملت كده بقول برضو. انت عايز تقول يعني حتى لو كانت نيته كذلك، يعني وانت قلت ان انت يعني ما كانتش دي نيتك، لكن حتى لو دي كانت نيتك فانت بتلعب في فريق ينتمي للمؤسسه العسكريه، فلما تعمل اشاره يعني تدل على القائد العام للقوات المسلحه شايف انه ده مش سياسه يعني. لا انا ما خرجتش. احمد عبد الظاهر لو كان عمل اي اشاره تخص النادي الاهلي ما كانش حد هيتكلم معاه ولا هيقول ان دي سياسه ولا هيقول اي حاجه، صح؟ انما انا والله العظيم لاخر مره انا حلفت لحضرتك كتير جدا ومش مجبر ان انا احلف، انا كده كده طبعا راضي باللي ربنا كاتبه لي في اي حاجه، سواء العقوبه توقعت عليا العقوبه اللي اتشالت، والله انا راضي جدا راضي، لان بس انا صعبان عليا ان انا مظلوم جدا. يعني هو انت صلاح انت وضحت، يعني حاسس ان الاعلام الرياضي ده كله ضدي، عايزين باي شكل عشان ينجحوا البرامج بتاعتهم فيقوموا يوقفوني، فهم كده يعني خلاص هم كده بصراحه هم كده نجحوا البرامج بتاعتهم، ان هم كده نجحوا خلاص، هم عملوا اللي جابوا العدل، هم اللي حكموا عليا وجابوا العدل، بس ده مش العدل. انا عايز اقول لهم في بيني وبينكم يوم الدين، ده مش العدل اللي انتوا عملتوه دوت. والله انت عارف يا صلاح، لو احمد عبد الظاهر كان طلع حتى وقال انا ما اقصدش اشاره رابعه بالعلامه اللي انا عملتها كانوا هيسامحوه، ودي طلعت مني عفوا، لا كان هيعتبر ذلك خلاص. الراجل بيقول انا ما انت هنا بتقول انا ما اقصدش ان انا هذه الاشاره للدلاله على المشير السيسي، وبتقول ان انا بعمل برش سبريه بهزر يعني مع زميلك يعني وصديقك. وانا اعرف يا استاذ وائل، هقول لحضرتك والله العظيم انا ما اعرف اصلا ان دي شاره تخص سياده المشير اصلا، يعني هي هو سياده المشير ليه حاجه يعني معينه بتتعمل؟ انا مش عارف، انا فوجئت بكده، انا فوجئت بعد الماتش ان ده معمول لي وان انا بقول سيسي ايه ده. لا يا جماعه والله العظيم ده ما حصل، انا ما عملتش كده. انا كل القصه ان انا برش ازاي انا وكام جبل ومعايا صوره واضحة جدا تثبت لحضرتك اللي انا بقوله لحضرتك ده. طب هاتها لنا ناخدها منك ونزعها يا صلاح. انا الموضوع كله يا استاذ وائل ان انا الناس كبرت الموضوع جامد جدا جدا، وبالذات الاعلام الرياضي اللي هو يعني انا صعبان عليا جدا، لان كان فيهم ناس مثلا قريبه مني جدا ما فكروش حتى يكلموني في التليفون يسالوني ايه اللي جوايا؟ ايه اللي حصل؟ انا عملت ايه؟ بس انا كل اللي صعبان عليا ان انا شايف ان انا مظلوم جدا ومحدش واقف جنبي خالص. خلاص انت يا كابتن صلاح، انا لو عملت اشاره رابعه كان متهيألي ممكن اتعدم، يعني ممكن يعدموني، انما انا عامل حاجه يعني الاشاره اللي انا عملتها بتاع الاسبري دي كاني عملت جريمه، جريمه والله العظيم. طيب أنا هو كابتن صلاح يعني تاني خلاص انت بتقول انت اقسمت انك لم تستخدم هذه الاشاره للدلاله على رمز سياسي على المشير السيسي، وانك كنت بتستخدمها
لهدف معين واقسمت بذلك، وانا اعتقد انه كان ذلك يجب ان يكون كافيا في التحقيق يعني. لكن يبدو انه البعض، حتى نقول للمجتمع كله ان احنا يعني نتمسك بالمبدأ، والمبدأ هو عدم استخدام اشارات سياسية في الملاعب، وانه طبقنا هذه العقوبة على لاعبين يؤيدون الاخوان، وبالتالي كان لابد ان يتم تطبيقها عليك. يعني سواء انت يعني كنت كبش فدا في هذه العملية، او انه يعني البعض حاول يزايد شوية ويقول انه ولا حتى اشارات السيسي يجب ان يتم استخدامها. انت اوضحت موقفك، وانا بتوجه اليك بالشكر كابتن صلاح امين لاعب فريق طلائع الجيش. الاشارة اللي احنا شفناها، تم توقيع عقوبة عليه، ايقاف لنهاية الموسم، وعشرين الف جنيه تم تخفيفها بعد ذلك الى ايقاف خمس مباريات فقط، وغرامة 15,000 جنيه. وهو بيقسم انه لم يكن يقصد ابدا الدلالة على المشير السيسي بايديه الاثنين بالشكل اللي احنا شفناه، ولكن هو بيقول صوابعه اتحركت بعد كده، هم ثبتوا الصورة عند هذا المشهد، وهو كان بيقصد انه يعني بيداعب زميلا له في عيد ميلاده انه بيرش سبريه يعني. هي طبعا احنا الصورة جبناها كده، هو بيقول انه تم تثبيت هذه الصورة، انما هو عنده فيديو تاني هنحاول ناخده منه بيجيب ايديه بتتحرك بعد ذلك بشكل واضح. طيب تعال نشوف قضايانا المختلفة. مدرس ده بقى وجه اخر، يعني احنا بنتكلم عن اهو انه لا داعي لاستخدام الاشارات السياسية في الملاعب. تخيلوا بقى مدرس يقوم بإهانة الجيش والشرطة أمام الطالبات، ويدخل في مناقشات مع الطالبات على أنه مصر بتضيع، ويشتم في الجيش وفي القوات المسلحة وفي المشير السيسي، وبدأ يجبر الطالبات على لحس حذائه، على تقبيل أو لحس حذائه. شايفين يمكن أن نصل إلى فين؟ يعني هل هذا المدرس، طبعا يجب التحقيق في هذه الواقعة، خاصة هتشوفوا شهادات الطالبات، يعني بيجبر الطالبات لأنهن تؤيدن القوات المسلحة وتؤيدن الوضع الحالي في ثورة 30/6، وتتحدثنا عن أنه الإخوان إرهابيون، يتم عقابهن بأنه المدرس يجبرهن على تقبيل ولحس حذائه. المدرس دخل الفصل المعمل عادي، فقال لنا اكتبوا على السبورة، واحنا قاعدين بنكتب، دخل قام متكلم عن الحرية وان كل واحد ليه حريته ويعني عن الحرية تماما. فالبنت قالت له طالما يا استاذ، قالت له يا استاذ الحرية بس انا ما بقدر، يعني الحرية حرية رأي، طالما انا ما بقدرش حد يبقى انا حرة اعمل اللي انا عايزاه. فبعدين قال لها يعني انا دلوقتي اما اجي اقلع الجاكت يبقى انا، ما انا كده حر. قالت له لا يا استاذ انت كده بتضرني. قال لها دلوقتي اصلا مش انا قلت شعب مصر ده شعب متخلف وبلطجي وطبال؟ طبعا ده مع التمثيل حركات بايديه انه بيطبل وكده. انا رديت عليه وقلت له يا استاذ احنا شعب ما احناش متخلف، احنا طالع مننا علماء وطالع مننا شعراء وطالع مننا دكاتره، ازاي نبقى متخلفين؟ قام قايل لي لا انتوا متخلفين ودوله ما فيش فيها قانون. احنا كان معانا منشور المشير عبد الفتاح السيسي، فاحنا حطينا الصوره بتاعتنا في الكتاب، بعدين هو فتح الكتاب من غير يعني احنا ما قلنا له افتحه، يعني فتح الكتاب وبعدين لقى صوره مشير عبد الفتاح السيسي، قام رايح قطع الصوره وقام رايح رمها في الزباله. وقعد يقول هو مين اللي دخل السلاح مصر؟ قمت انا رد عليه وقلت له من يوم ما مرسي مسك الحكم، السنه اللي ده مسك مرسي الحكم فيها ده السلاح دخل مصر. قام نزل على الارض وجايب الشوز بتاعه وحطه قدامه وقال الحسيه، ومسكه ومشاه على البنات وقال لهم الحسوه. وطبعا كان كل الكلام ده دفاعا عن الاخوان، فلما طلبنا منه يا استاذ لو سمحت ما تتكلمش احنا في حصه وواجب عليك ان تدينا الحصه بتاعتنا، برضه استمر في الكلام وقال ان ده مبدا عندي ان الاخوان شعب ان الشعب شعب متخلف.
هيربي لي جيل النهارده من الطلبه عباره عن جيل مشوه، بلد وبلد بلطجيه، بلد وبلد متخلفه، شرطته بلطجيه، جيشه بلطجيه، كلام من ده. يبقى انا طلعت جيل مشوه ما هوش عارف فين الحقيقه، مش عارف يحب بلده ولا يكرهها، مش عارف منتمي لها ولا منتمي لغيرها. تمام، ديت هتبهدل لنا الجيل اللي جاي، وان كان اثرها ما هيبانش النهارده على المستوى القريب، لكن هيبان في السنوات الجايه، وان كان بان منها شواهد. النهارده الطلبه كل اللي موجودين في الشوارع هم سن 17 سنه و18 سنه، ما خرجوش الا من حاجه بالشكل ده. بالنسبه اللي انا سمعته من البنات ده بصراحه يعني مش كويس، مش مظبوط، لان المديره في بدايه الترم الثاني كمان وفي بدايه الدراسه وفي كل وقت مضتنا على ورق، جاي لنا ورق ان احنا نمضي عدم التحدث في السياسه، وكلنا مضيين على ان ما حدش يتكلم في السياسه. وقالت في الطابور يا بنات اي مدرس يتكلم في السياسه ولا ما يشرحش المنهج بتاعه يجي لي ويجي يقول لي. قلع الشوز في الفصل دي عمليه عمرها بجد ما كنت اصدقها ابدا، يعني انا مش راضي اقول لك انا كان ممكن ارد عليه الرد ازاي ساعتها. ما انا دي عمليه انا فوجئت بيها. مجرد ما الطالبه ولي امرها وصلت الاداره وبلغت عن الواقعه، على طول بعتنا لجنه من الاداره حققت في الموضوع وتاكدت من حدوث الواقعه فعلا بحديث المدرس في فصل تانية 11 بالسياسه، واتكلم عن الجيش بطريقه غير لائقه، واتكلم عن الشعب المصري بطريقه غير لائقه، وتأكدنا فعلا ان هو رفع الحذاء بتاعه على البنج في معمل العلوم لانه كانت حصة فيزياء، وقال للطلبة الشعب المصري يلحس الجزم او كلام غير لائق بمعلم في التربية والتعليم ان يلفظ بهذه الالفاظ البذيئة داخل فصل دراسة. احنا خدنا اجراء على طول بتحويل التحقيق ووقفه عن العمل وتحويله وندبه الى ديوان الادارة لحين الانتهاء من التحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة معاه حيال هذا الموضوع. طيب احنا شفنا مجموعه من الشهادات من طالبات من مديره المدرسه من اساتذه، شهادات على انه هذا المدرس قام بالفعل باهانه القوات المسلحه والشرطه، ثم قام بما هو ابشع انه يجبر الطالبات على انه لازم يهينوا القوات المسلحه كمان، وبعدين يجبرهن على تقبيل ولحس حذائه. يعني هنا انت بتطلع ايه؟ بتطلع جيل خانع وخاضع ويقبل الأحذية بهذا الشكل، كل ده لان الطالبات عندهم او عندهن حالة اعتزاز بثورة 30/6 وبالقوات المسلحة وبالجيش. اعتقد انه بموجب هذه الشهادات التي استمعنا اليها يعني هذه الواقعة في غاية الخطورة وتستحق تحقيقا عاجلا، لأنه جماعة الإخوان بتسعى إلى تحطيم القوات المسلحة، وهو نفس الهدف الذي يمكن أن يحققه أي عدو، وتحاول أن تعلم النشء في المدارس بالعبو من خلال الأساتذة الذين ينتمون للجماعة، أنهم يعلموا النشء في المدارس إهانة القوات المسلحة، وبيعلموهم كمان أن القوات المسلحة والجيش المصري عدو. يعني هكذا تفعل جماعة الإخوان. أيضا في واقعة هنتابعها حدثت في مدرسة أبو بكر الصديق بكفر سعد محافظة دمياط، في تهديدات للطلبة وأيضا بيتم رفع إشارات رابعة بشكل مخيف وبشكل فيه حالة تهديد للطلبة وللأساتذة وللمدرسة. هسأل أستاذ محمد عبد السميع بالإدارة التعليمية بكفر سعد. أستاذ محمد أهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل، ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك استاذ محمد. ايه حدود الواقعه؟ بس اصحح لسعادتك الاسم، محمد عبد المحسن جمعه. محمد عبد المحسن جمعه، انا اسف. لا. اتفضل. لا يا فندم، لا اتفضل. الواقعه دي سعادتك حصلت في مدرسه ابو بكر الصديق الابتدائيه بكفر سعد التابعه لاداره كفر سعد التعليميه محافظه دمياط. انا معدي الصبح لمدرستي مجاوره للمدرسه دي، لقيت الاهالي ملمومين قدام البوابه
البوابة والسور مدهونين دهان جميل قريب في فترة الأجازة اللي فاتت دي، ومجملين معظم المدارس يعني عاملين لها دهان جديد ومخلين شكل المدارس حلو. فوجئت ببص في وسط الناس على البوابة والسور المجاور للبوابة يمين وشمال، لقيت شعارات رابعة، لقيت جمل بتسب الجيش بتسب الشرطة، وعلى حد كمان ما سمعت ان في تهديدات في ورقة لقوها خلف البوابة ان التفجيرات برضو قادمة على ثاني يحققوا الهدف اللي هم يعني عايزين يخوفوا الاباء والامهات من ارسال ابنائهم للمدارس. بالفعل اتحرك اولياء الامور للمدرسة علشان ياخدوا اولادهم بقى ما عادوش يروحوا لايه المدرسة، تخوفا من الايه من التفجيرات، من الناس اللي جت بالليل في وقت متأخر عملت العمايل دي، الناس اللي بتتوعد. ده بالفعل حصل اليوم الدراسي تقريبا. طب يعني احنا نتصدى لكل ده ونقول للعائلات انه هذه شائعات وهذه حرب نفسية الهدف منها تخويف الطلبة والطلبة. استأذن سعادتك بس فرصة لو اديتني دقيقة واحدة. في الوقائع المكررة يوميا اللي سعادتك أزعتها الوقت في مدرسة الفنية بنات في كفر سعد، سعادتك سامعني؟ أنا سامع حضرتك، تفضل. الواقع اللي سعادتك الوقت شرفتها في البرنامج بتاعك بتاعت واقعة البنات بتوع المدرسة الفنية بنات بتاعت المدرس اللي خرج عن كل النصوص والأعراف اللي بيعرفها التعليم والتدريس وعمل عملته اللي سعادتك عرضتها دلوقتي للبنات. يعني فعلا وصلت لكم الواقعة بهذا الشكل الذي شاهدناه من خلال الشهادات وشفنا البنات وسألنا البنات وحكوا اللي حكوه لسعادتك ده، ومنهم بنت تبقى قريبة لنا برضو. بس أنا عاوز أقول لسعادتك يعني يخلي البنات تقبلنا حذائه وتلحسنا حذائه بهذا الشكل. عاوز أفاجئك بحاجة بس، إن الراجل ده أقل خطورة من غيره. الراجل اللي خرج كل الأعراف وكل أداب المهنة ورفع حذائه عشان التقبيل ده، هناك من يدس السم ويحط لك في شكل حديث وفي شكل آية وفي شكل قول مقصور، وبيحط لك بقى يعني السم في العسل ويسقيه بالراحة كده. يعني حتى يعني تلاقي أطفال في الحضانات جاية ما تعرفش لا سيسي ولا مرسي وتشتم في السيسي. يعني ده لانه الاطفال يتلقون الوعي بدايات الوعي، وحتى التلاميذ يعني يتلقون بدايات الوعي من المدرس. يعني دي الكارثه يا استاذ وائل، انه يدس السم للسن الصغير في صوره بقى صوره دينيه تبدو محترمه، او في صوره يحطها لهم يلفها لهم في العسل زي ما بنقول. استاذ خطوره الراجل ده، يمكن اقل خطوره الراجل اللي احنا قدامه ده. يعني انا سمعت ان الراجل ده بيبدي اعتذار، انا عملت كده ليه، انا بنهي خدمتي كده ازاي، انا ايه اللي هورني. سمعت من احد اصدقائه ومن احد زملائه في المدرسه ان الراجل ده نادم على هذا الفعل. لا نادم ايه يعني؟ طب وهنا تعليم الطالبات الخضوع والاهانه بهذا الشكل واهانه الجيش. خضوع واهانه، انا بقول الراجل يجازى مجازاه. يعني استاذ ما تشوف الشؤون القانونيه وجهات التحقيق ما عندناش فيها مشكله. استاذ محمد عبد المحسن بالاداره التعليميه بكفر سعد دمياط، الف شكر. علمت من خلال مصادر في مؤسسه الرئاسه انه رئيس الجمهوريه المستشار عدلي منصور سوف يعقد اجتماع مجلس الوزراء في قصر الاتحادية غدا. يعني انتوا عارفين برئاستي انه في الغالب اجتماع مجلس الوزراء كان بيتم في مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة المهندس ابراهيم محلب، ولكن يعني يبدو هنا للاهتمام من رئيس الجمهورية ولمحاولة ايضا تفعيل عمل الحكومة سيتم عقد اجتماع مجلس الوزراء غدا في قصر الرئاسة برئاسة المستشار عدلي منصور، في ظل طبعا وجود رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب. خاصة تعرفين رئيس الجمهورية أعطى معظم صلاحياته للمهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة، وهو كان قد فعل ذلك أيضا مع الدكتور حازم الببلاوي. طيب نعود لعيد الفن، عيد استعادة هوية مصر يوم الخميس القادم. الفنان الكبير عزت العليلي، أستاذ عزت أهلا بيك. أهلا بيك وسهلا. خير يا استاذ وائل. مساء الخير والف الف مبروك. كيف ربنا يبارك فيك وخليك يا حبيبي، كتر خيرك، متشكر قوي.
كرمت كثيرا، لكن كيف تتعامل مع هذا التكريم تحديدا بعد إعادة عيد الفن وبعد استعادة هوية مصر في 30/6؟ لا 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 له شكل تاني خالص الحقيقة. هذا التكريم يعني خاصة لما يأتي من السيد الرئيس طبعا له معنى كبير جدا على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي وعلى المستوى العالمي. طبعا في الشك أن مصر مش جديدة على السينما أو المسرح أو المسرح، عندها سينما من 117 سنة وعندها مسرح من 150 سنة، ده غير بقى الكتاب والمفكرين والفلاسفة وهذا التاريخ العريض العظيم جدا جدا جدا. فإذا كان هذا التكريم لشخصي ضعيف، لا بالعكس، أنا أعتبر أنه تكريم لكل الأدوات الفنية والفكرية الموجودة في مصر الحقيقة. أستاذ عزت، هل تخوفت على مستقبل الفن خلال حكم الإخوان وخلال حكم خفافيش الظلام، حينما كان يتم إصدار الفتاوى الدينية وحينما كان يتم ملاحقة الفن والفنان، هل تخوفت على مستقبل الفن؟ أبدا، كان عندي ثقة في الله سبحانه وتعالى أن هذا النظام لن يستمر إطلاقا، لا ولا يصح إلى الصحيح، مش ممكن. وزي حكررها تاني، يعني دولة مصر دولة متحضرة وعلامات الحضارة زي ما قال ويل ديورانت، يعني موارد اقتصادية ونظم سياسية وتقاليد اجتماعية وخلقية زائد فنون وأداب، هذه هي الدولة. مفيش دولة يعني من 7000 سنة ونحن نرى على الجدران فنون رهيبة جدا، ما هيش وليدة صدفة ان يطلع واحد ينش على الحيطان ويكتب كده كلام، لا ده في علم، في هندسة، وفي فكر، وفي رؤية. هذه الرؤية وهذا الفكر وهذا الفن اللي من 7000 سنة مستمر، وعندنا رموز تنوير ورموز حضارة وكتاب ومفكرين وفلاسفة وعباقرة وفنانين. لا، مصر ذاخرة مش أي طارئ يأتي عليها يغير من قدرها. لا 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 أبدا، قدر مصر عظيم، ستستمر عظيمة، ولن يلوي أحد ذراعها مهما كان ومهما أوتي من قوة. مصر هي مصر، خلي بالك، وهم لازم ياخدوا بالهم. يعني عيب اللي عملوه، ما صحش. الفن أستاذ عزت، يعني شاهدنا أنه كان من عوامل المقاومة، يعني من الفئات التي تصدت للإخوان بقوة وبشدة، كان الفن والفنانون في مقدمة الصفوف، ولعل انتفاضة وزارة الثقافة التي شارك فيها عدد كبير من الفنانين كانت مقدمة لثورة 30/6. ده صحيح. يعني لما تعرف ان من قديم الأزل، من أيام سيد درويش، سيد درويش لما اتكلم على الاستعمار واتكلم محارب واتكلم على سعد زغلول وغنى لمصر بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، مليح خيري الكاتب العظيم الذي كتب أغلب أغاني سيد درويش الوطنية والاجتماعية والسياسية التي أثرت في البلاد حتى هذه اللحظة، سلامنا الوطني هو بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، يعني الكلام ودفن. يعني المقاومة الفنية، يعني أنا أدعو الله ربنا سبحانه وتعالى أن يقدرنا نحن نكمل المشوار في حياتنا، ومن يأتي بعدنا يكمل هذه الرحلة العظيمة فداء لمصر. مصر مش كلام يعني. ربنا يدي لك الصحة يا أستاذ عزت، وعطاؤك الفني المحترم يعني سيظل خالدا وحيستمر إن شاء الله. أشكرك. الفنان الكبير أستاذ عزت العليلي، الذي سيتم تكريمه أيضا يوم الخميس. يا جماعة، لابد أن نحول يوم الخميس القادم إلى يوم للفن، نستعيد فيه المقاومات الهوية المصرية اللي كانت هناك محاولات للاعتداء عليها ولطمسها هنا وهناك. تعالوا نشوف، هنكمل في المدارس.
والمدارس في اعتقادي هي الساحة الأخطر، يعني يمكن أن تواجه الإخوان في الشارع ويمكن أن نواجههم في كل مكان، لكن في المدارس تحديدا تحاول جماعة الإخوان أن تلعب على النشء، وكما شاهدنا في أكثر من واقعة. لكن كمان المدارس فيها وقائع إهمال، يعني كمان لابد أن نستعيد المدارس المصرية. ما ينفعش فيه مدارس زي اللي شفناها امبارح، صور يسقط على تلميذة فيموتها. خلاص إذا كنا نواجه إرهاب جماعة الإخوان في المدارس، لكن كمان لابد أن نواجه التقصير الحكومي اللي حتى الآن مدارسنا لا زالت غير لائقة وليست مناسبة أبداً أن أنا أطلع أجيالاً تستطيع أنها تفكر وتنهض بالبلد إلى الأمام. لما يبقى المشكلة عندي أنه في تلميذة تموت بسبب سقوط بوابة حديدية عليها، ويبقى في تلميذ هنشوفه دلوقتي هشام فتحي 14 سنة بالصف الثالث الإعدادي يموت بسبب وجود بيارة للصرف الصحي داخل المدرسة. طبعا لما ذهبنا للتصوير، ايه اللي ممكن تعمله او ايه اللي ممكن يعمله المسؤولين عن المدرسة؟ انهم يمنعونا من التصوير، يعني الى هذا الحد. يعني بدلا من حماية النشأ وبدلا من حماية الطلبة، لا، كل تركيزهم في انهم ازاي يمنعونا من فضحهم، وازاي يمنعونا من تصوير، ازاي يبقى في مدرسة فيها بيارة للصرف الصحي يموت فيها ويسقط فيها طالب. تاني بقول لكم انه حوادث من هذا النوع تؤدي الى سقوط حكومات، يعني سقوط تلميذ في مكان للصرف الصحي داخل مدرسة، ده يمكن ان يؤدي لسقوط حكومة. وسقوط بوابة حديدية على جسد تلميذة يؤدي الى دهسها تماما وقتلها على الفور كما شاهدنا بالامس، ايضا يؤدي الى سقوط حكومات. تعالوا نشوف التلميذ، شوفوا الموت المجاني الى هذا الحد، يعني الناس تموت موتا مجانيا. والمدارس عندي انا بطالب ان يبقى فيها، احنا قاعدين نطالب ان يبقى فيها ادوات تكنولوجية ويبقى فيها ما يتعلق بالتقدم والتطور التكنولوجي، ويبقى كل طالب ويبقى فيها كل الوسائل المتعلقة بالنت والانترنت، والمدارس تبقى الكترونية وتكنولوجية. بنطالب بده ولسه حتى الآن في تلميذ أو طالب يمكن أن يموت في بيارة صرف صحي؟ أعتقد أنه ده سقوط للحكومة في مستنقع الصرف الصحي. نزلنا فسحة فقاعدين على الصبة اللي في البيارة دي، هو جاب الحلا وقاعد كه راح ما يرجع لورا راح واقع فيها، فضلنا نزعق على ننادم على الأساتذة عشان ينزلوا، ما نزلوش إلا لما نزل تحت الماء خالص، نزل ما عرفوش يطلعوا. راح بعد حوالي نص ساعة جاء الأستاذ ربط نفسه بالحبل ونزل ورا عشان يطلع، ما عرفش. راحوا السكت وبقعد عند ما نزحوا البيارة خالص بالعربيات وجوم طلعوا. قاعدين مع بعضنا في الفسحة ودي جايب كرنجة مازم على زمايله ومرجع لورا، قالوا تعال العب، قال لهم لا ده انا مش هلعب مش هقدر العب. راح مرجع لورا، رحنا بصينا لقينا واقع، رحنا بقينا ندم على تتيز، ما حدش يرد ينزل بعد نص ساعة. الساعة 12 جانا خبر بان في طفل وقع في طرنش المدرسة، فقمنا مسرعين ليام المدرسة جميع اهل القرية بلا استثناء، لان كل واحد متوقع ان الطفل بتاعه هو اللي وقع في المكان ده. فبمجرد اثناء الانقاذ علمنا بان هو العائلين اللي كانوا معاها، من سالهم قال له حصل لهشام، قالوا ده ماسك كيس كرنش ماكل فيه ورجع خطوه لورا، جاء على غطى الطرنش ده صوت لتحت. بالاضافه لان كلها تلفيات من الداخل، وده السبب الرئيسي لاداره المدرسه اللي منعكم من التصوير جوا واعترضكم اثناء التصوير. المنقذين اللي جم من امبارح ما جوش الا بعد، قعد في الميه 3 ساعات، لا ما فيش لا عربيات الانقاذ فيها ولا حكومة جات إلا الساعة 2 الظهر.
البيارة اللي ابني وقع فيها بايظة بقالها 30 سنة بتاع المدرسة الأولانية، المدرسة الأولانية القديمة اللي تهدت واتبنى من بعديها، لا ما يردموش البيارة بدل ما لهمش عزة بيها، بدم جددوا مدرسة جديدة ما جددوش بيارة المدرسة، لا يسيبوا البيارة خدت ابني بكرة تاخد حد غير ابني. أنا دي وقت ساعتك أنا بطالب بحق ابني اللي مات راح فطيس، يعني في إهمال جامد جوه في المدرسة من المدير للمدرس لكله في إهمال جامد، لا في إعانة في المدرسة ولا في أي شيء، وإحنا ناس على قد حالنا، يعني هي جت فيا أنا ولو جت في أي واحد من المسؤولين مش هيسيب حق برضه. فسعادتك يعني أنا بطالب بحق ابني ومش هتنزل عن أي شيء هيقولوا لي عليه، عمر ما هتنازل عن اي حد، ان كانوا بيدوني فلوس ولا بيدوني، ولا الوزير اتصل عليا بيقول لي تعالى لي المكتب، اقول له ساعتك فين، بيقول لي انا في القاهره، وتعالى لي يوم الحد هات البطاقه بتاعتك وتعالى عشان في شيك هتصرفه، وانا ما بيعش ابني بمال الدنيا دي كلها اساسا. يعني اهمال المدرسين واهمال الناظر والمدير والحكومه، وانا احنا مش بعتين اخويا او ابننا او ابناء القرية كلها عشان يموتوا، احنا بعتينهم عشان يتعلموا، ولولا الاهالي البلد الكرام النجدة جتنا بعد ساعتين ونص، او فرقة الانقاذ اللي بيقولوا عليها دي، ان هو مش هميعلم، وانا معايا دليل اهو ان هما مش هميعلموا، وادي النتيجة 4% نتيجة بني خلف في تالتة اعداد السنة دي 4%، وادي كشوفة هي مطبوعة من الادارة، ودلوقتي مدير انا عايز اعرف كانوا عايزين يغيروا معلومه المحضر، لا يا عشي معلومه المحضر هم قعدنا نقول الصح، الناس اللي هي جت وكسحت في البياره قالوا لها ما تمشوش بعد ما طلعت الجثه، هم جم بعد ما الجثه وقعت، بعد ما طلعت الجثه في ناس من البلد واولهم العمده قالوا لهم ما تمشوش لما نتم المحضر، طب هنتموا عليه احنا مالنا مال المحضر، قالوا لهم علشان تقولوا في اثناء واحنا لما ننزح البيارة هشام خطة من على البيارة جار الخرطوم بتاع النسح وقع، يعني علشان يضيعوا معلوم الحقيقة يضيعوا حق هشام. الموت المجاني الرخيص لما يبقى فيه تلميذ في القرن 21 يموت في بيارة صرف صحي في مدرسة، يعني قل على الدنيا السلام. ولما يبقى فيه كمان الأب يقول إن الوزير كلمني وقال لي تعال خد الشيك بتاعك، أنا طبعا لازم أتأكد من الواقعة من الوزير، لكن الأب المكلوم يعني لا أعتقد أنه هيكذب، لكن خلينا نتأكد أيضا من الواقعة من الوزير. هل معنى كده أنا عايز أسكت الناس بأنه تعالى خد شيك؟ لا، ده في قتلة هنا، في قتلة في وزارة التربية والتعليم لابد أن يسألوا ويحاسبوا، نفس القتلة هم الذين منعونا. أنتوا هتلاحظوا أن احنا ما عرفناش نصور من داخل المدرسة عشان أشوف بقى المكان اللي مات فيه تلميذ، يعني حتى انت ساعد الاعلام ان يؤدي مهمته، لكن كل هدفهم هو منع الاعلام من كشفهم ومن فتحهم. طب يعني كنت خلي مجهوداتك دي في انقاذ التلميذ، في منع موت الطلبة والتلاميذ في بيارة صرف صحي داخل مدرسة. مراسلنا علوان فراج من المنيا هيقول لنا كيف تم منع فريق العمل من الدخول. علوان اهلا بيك. يا اهلا بيك، مساء الخير على السؤال. مساء الخير. ايه اللي حصل؟ لماذا لم تتمكنوا من دخول المدرسه؟ ما حدث في السؤال النهارده مأساة إنسانية وكارثة تعليمية وغياب للضمير وانعدام للمسؤولية. السيد وكيل وزارة التعليم من منيا الأستاذ محمد مدحت عارف من امبارح إن برنامج 10 مساء هينزل يسجل في هذه المدرسة، وبالتالي رفض يرد على تليفوناتي كمراسل البرنامج. أستاذة ناهد مديرة إدارة مغاغة رفضت ترد على تليفوناتي. أبلغت مسؤول الأمن بمديرية التربية والتعليم إن إحنا رايحين نسجل في المدرسة.
اللي حصل النهارده سعادتك ان وكيل وزاره ارسل مدير الاداره التعليميه بمجاغه قابلت اعضاء هيئه التدريس واغلبهم من جماعه الاخوان الارهابيه، ده هذا ما لاحظناه اليوم. احنا داخلين هندخل سعادتك عشان نسجل في المدرسه. اتفاجئنا ان هم بيقابلونا عند بوابه المدرسه ويقولوا ممنوع التصوير. انهم احنا بلاغين مدير امن المديريه. فسعادتك اتصلت بوكيل الوزاره شخصيا من موبايلي يا استاذ مدحت احنا داخلين نسجل في المدرسه. احنا هذا الكلام مرفوض لان قرار وزير التعليم بيرفض التصوير في المدارس. قلت له حضرتك تطلع على الهواء مباشره في عاشره وتقول هذا الكلام؟ قال لي انا لو بتهدد من برنامج عاشره مساء ولا يهمني برنامج عاشره مساء. ولا احنا بنهدد حد، احنا بنأدي وظيفتنا ان هو كشف وفتح هؤلاء القتله الذين يرتدون ثياب الفضيلة والعلم، يعني أسوأ أنواع الفساد والذي يرتدي ثوب الفضيلة، دول قاعدين في مؤسسات تعليمية لكن بيقتلوا التلاميذ بهذا الإهمال الشديد. يعني علوان ألف شكر، بتوجه لك بالشكر. وعموما يعني هم لم يتمكنوا من منعنا من كشفهم وفتحهم للأسف الشديد. في عقليات لابد من التعامل معها. إذا كنا بنقول بعد أن وضعنا دستورا جديدا هو الدستور نصوص لا يتم تنفيذها على أرض الواقع، لا، يجب تنفيذها في الواقع. دكتور سمير حسن وكيل وزارة التربية والتعليم عاوز يعلق على الواقعة المتعلقة بتقبيل أو بإجبار مدرس على تقبيل حذائه، إجبار الطالبات لأنهن تؤيدن القوات المسلحة وتؤيدنا ثورة 30/6. دكتور سمير أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ وائل. دكتور سمير، كيف يمكن أن يكون هناك مدرس بهذا الشكل، يعني يهين القوات المسلحة والشرطة ويجبر الطالبات على تقبيل ولحس حذائه؟ بص سعادتك، هو حكاية إن في ناس بتهاجم الشرطة وتهاجم الجيش بتهاجمنا إحنا شخصيا في مواقع عملنا موجودين، وحضرتك أدرى الناس بالكلام ده، وادينا بنشوف في الاعلام كل يوم ناس لها ما اعرفش هي حره في بتتعامل، لكن هم موجودين. لكن احنا لينا ردود افعال لما اي حد بيخرج عن الخط اللي مرسوم للتربيه والتعليم، احنا بنعرف نتصرف معاه. اصل ده خطر، انت عارف انه وعي النشء ووعي التلاميذ يتشكل في المدارس، فلما يبقى عندي مدرس يقول لهم القوات المسلحه دي بتقتل والقوات المسلحه ده عدو، ولما البنات يناقشوه فيجبرهن على تقبيل حذائه ولحس حذائه، انا هنا استاذ وائل اسمح لي حضرتك بتسالني عشان ارد بعد اذن سعادتك. اتفضل. اي سلوك خارج موجود، احنا ما بننكرش وجود، لكن احنا لينا قوانين رادعه. مثل هذا المدرس احنا سحبناه من التدريس خالص، منع من التدريس في المدارس وتواجد في الاداره التعليميه، اتحول للتحقيق. ده لان ده سلوك خارج. اما بقى تربيه النشء فاحنا الحمد لله في دمياط عاملين بروتوكولات عديده جدا مع الشرطه، مع الجيش، مع الاوقاف، مع الكنيسه، بينزلوا حملات توعيه. يعني انا في الترم الاول اداره دمياط كامله كان في حملات توعيه تنميه وطنيه في طابور الصباح، سميناها كده في حب مصر. احنا بنعمل الكلام ده على مستوى حتى ان سياده المحافظ اللواء كان حرب مهندس محمد عطيف منصور عجبته الفكره، قال نعممها على جميع المحافظ، فاحنا ان شاء الله مع بدايه الترم الثاني هنعممها على المحافظه كلها. فاحنا بنعمل، يعني عارف سعادتك، احنا لينا دور فعلا زي ما حضرتك بتقول، لينا دور كتربيه والتعليم، واحنا الحمد لله يعني تاكدتم من الواقعه. بس انا حته لحس الحذاء دي انا لما اتاكد منها سعادتك، هو فعلا في مدرس اتكلم بطريقه مش كويسه على سياده الفريق المشير السيسي ووصلتني المعلومه، وعلى الفور قلنا يا جماعه يسحب من المدرسه، يطلع قرار كده حالا. طلع قرار بنسبه للاداره التعليميه وتحويله للتحقيق. طب لا وهي الطالبات، اصل الطالبات مش ممكن هيكذبوا بهذا الشكل. يعني تحدثنا عن انه اجبرهن على تقبيل حذائي، حاول اجبرهن على تقبيل حذائي. انت حضرتك عارف ان دايما اي حاجه بتكبر شويه، لكن انا مش يعني انا ديتيلز ما تعنينيش، انا يعنيني انا سعادتك جيت دمياط 16/8/2013،
17/8 كان في منشور نازل لجميع مدارس دمياط ممنوع التحدث في السياسة. ده منشور وطبقناه، واي مدرس او مدير مدرسة او اذاعة او واتيفر جوه سور المدرسة ممنوع الحديث في السياسة، واي واحد كان بيتكلم في السياسة اتحول للتحقيق واتبعد عن العملية الدراسية. احنا حولنا ناس كتير قوي، مش كتير يعني، في عدد معين فعلا بدأوا برضو احنا بنقول وهم بيعملوا العكس، بس احنا بننفذ القانون عليه. طيب لان حضرتك دكتور دكتور سمير حسن. نعم. وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بتوجه لك بالشكر. هو اكد الواقعة وقال انه تم ابعاد المدرس عن التدريس. طيب تعالوا استعيد معاكم بمناسبة الموت المجاني في المدارس، نرسل ابناءنا للمدارس ليصنعوا مستقبلا، لكننا لا نتوقع ابدا ان يعودوا الينا جثث. بالامس تلميذة ايضا، تعالوا استعيد معاكم الواقعة، ماتت بسبب سقوط بوابة حديدية عليها. اللي حصل ده ان اثناء فتح البوابة صباحا عشان المطرة، العامل بيفتح البوابة احد ضلف او احد ضلف البوابة تم سقوطها عليه وعلى طالبه. توجهت إلى مركز ديار بالنجم، تقابلت مع السيد مأمور المركز والسيد ضابط المباحث رئيس المباحث. كان الولد العامل كان حضر وتم عرضه وأخذ أقواله، وكيل نيابة الإبراهيمية اداله 4 أيام حبس. فإذا كان هناك إهمال فهو ينسب أصلا لإدارة المدرسة والمتابعة اللي تتم الدورية المفروض تتم على المدارس عموما. يعني في لجان هتنزل بكره مع الابنيه التعليميه وهتمر على المدرسه وتمر على كل المدارس في مركز الابراهيميه، شوف مدى مستوى الرقابه والاشراف اللي يتم على كافه الابنيه التعليميه وكافه المدارس. المدرسه لسه بادئه بقالها 2 يومين، فين الفتره اللي كان فيها الاجازه دي كلهتها؟ ما عملوش الصيانه ليه في البوابه؟ يعني ايه فيد الخبر ده؟ أنا جايب ابني يتعلم ولا جايب ابني يموت بعد إذنك؟ الحادثة اللي حصلت دي إهمال مليون الألف من الأبنية، لا مجلس مدينة لا عامل لا مدرس، المدرسة كلها فساد. وأنا كنت في مجلس الآباء وأنا سبت المجلس الآباء كرملة كده، لأن طبعاً ما فيش عامل يجي يقلع بوابة وهو لوحده ويموت يا بنت. أصلاً على الترعة بتاعت المدرسة وهم اللي على الجايين يجروا، قمت طلعت جري لقيت البوابة وقع عليها، خدوها وطلعوا على المستشفى وانا طلعت وراها. رحت على المستشفى، دخلت التلاجة لقيتها غرقانة بدمها، دماغها مفتوحة، دم فوق ورجلها مكسورة، البهدلة وديها والبهدلة على بهدلة. والمدرسة بقول لك المدرسة هايلة للسقوط وهم مش بيشتغلوا فيها. بابا معمولة ماسكة على الهواء. ازاي اطفال لسه صغار وبابا وانا ماسك على الهواء؟ ومفيش حد بيسأل في حد. وكل موظف قاعد على مكتبه خلاص وعايز ياخد فلوسه خلاص. بطالب بمحاسبة المسؤول عن قتل بنتي، لان كانت ممكن تبقى بنتي، بس كانت ممكن تبقى كام واحده معاها. انا شايفه الاهمال في جميع المختصين في المدرسه سواء من عمال او مدرسين. ازاي حديد ينساب بوابه كده كامله؟ تنساب ازاي من غير تجع ازاي على طفله؟ اداره المدرسه هي المسؤوله عن موت بنتي. الموت المجاني للتلاميذ في مدارسنا بسبب وجود قتلة، هذا هو أقل تعبير يمكن أن نستخدمه داخل وزارة التربية والتعليم. الإهمال حينما يقتل وحينما يكون ممنهجا يعني إيه؟ يعني مش واقعة ولا اتنين ولا تلاتة، لا مجموعة من الوقائع، وبالتالي لما يبقى في ناس قاعدة في مكاتبها ولا تقوم بالإشراف على المدارس وما تشوفش كده، ما تبصش تشوف البوابة دي تصلح ولا ما تصلحش، وتنزل كده تشوف الفصول دي هتطلع لنا تلاميذ يستطيعوا أن يفكروا ولا الفصول بأوضاعها الحالية لا يمكن أبدا أنها تطلع بني أدمين تفكر. لما تشوف أوضاع الفصول المدرسية هتستاء جدا وتقول إزاي التلميذ ممكن يستوعب وممكن يفهم.
وممكن يفكر. أعتقد أننا بحاجة إلى إصلاح تعليمي وإصلاح كل المنشآت التعليمية. اللي بنشوفه ده في دولة تانية زي ما قلت لكم، سقوط تلميذ في بيارة صرف صحي أو سقوط بوابة حديدية على تلميذة يؤدي إلى سقوط حكومة على الفور. تعالوا نشوف مقارنة بين يانوكوفيتش رئيس أوكرانيا السابق المعزول ومحمد مرسي رئيس مصر المعزول، هتلاقوا نفس المصطلحات. ده بيتكلم عن الشرعية وده بيتكلم عن الشرعية، ده بيتكلم عن الصندوق وده بيتكلم عن الصندوق. يعني التشبث بالسلطة له قاموس واحد، هتلاقوا تشابه شديد في الكلمات، بالإضافة إلى أنه قلنا كثيرا أنه الصندوق ليس نهاية المطاف. هتلر وصل إلى السلطة بالصندوق ثم دمر أوروبا كلها. هل يمكن هنا أن أنا أقول أنه تصل بالصندوق ثم تتحول إلى حاكم مستبد تشعل الفتن وتقتل وتسفك الدماء وتتخابر وتفعل كل ما تفعله وتقول لأصل أنا جاي بالصندوق؟ لا، مفيش حاجة اسمها هنا أنا جاي بالصندوق. الصندوق ليس مقدسا، الصندوق معناه أنه الشعب هو الذي منحك هذه الإرادة، لكن حينما يسحبها الشعب من جديد من خلال ثورة كما حدث في 30/6 وكما حدث في أوكرانيا، أعتقد بأنه القضية هنا تستحق أن احنا نشوف أوجه التشابه بين رئيس معزول في أوكرانيا ورئيس معزول في مصر، كلاهما ما زال يتحدث عن الشرعية وعن الصندوق. أنني الرئيس المنتخب لمصر. لا أزال الرئيس الشرعي لأوكرانيا. رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. أود أن أذكر بأنني لا أزال الرئيس الشرعي لأوكرانيا والقائد الأعلى للجيش الأوكراني. أنني الرئيس المنتخب لمصر، وأن دستور مصر واجب الاحترام من الجميع. لم أتخلى أبدا عن مسؤوليتي، إنني حي ولم أنحى عن منصبي وفقا للدستور. أنا معكم، واقف معكم في مصر على أرضها لكي نحمي الشرعية. لن أستقيل، فأنا الرئيس المنتخب شرعيا. سأبقى في أوكرانيا وسأواصل دعوة جميع المراقبين الدوليين والوسطاء الذين شاركوا في هذا الصراع السياسي. لا يمكن لأحد إذا امتلك قوة من هذا الشعب، هي ملك لهذا الشعب، أن يفرض رأيه بهذه القوة. أنا واثق من أن ما يحدث في بلادي وما يراه العالم هو مثال للانقلاب. الشرعية والشرعية فقط. الشرعية، الكلمة التي جمعت بين الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش والرئيس المعزول محمد مرسي. ففي خطاب اليوم للرئيس الأوكراني وصف المتظاهرين بالمنقلبين على السلطة، واعتبر شرعيته كرئيس لأوكرانيا قائمة. أود أن أذكر بأنني لا أزال الرئيس الشرعي لأوكرانيا والقائد الأعلى للجيش الأوكراني. لم أتخلى أبدا عن مسؤوليتي، إنني حي ولم أنحى عن منصبي وفقا للدستور. المشهد يذكرنا بخطى الرئيس المعزول الذي اعتبر ثورة الشعب انقلابا عسكريا. لا يمكن لأحد إذا امتلك قوة من هذا الشعب، هي ملك لهذا الشعب، أن يفرض رأيه بهذه القوة. يشبه يانوكوفيتش الرئيس المعزول في تهديداته المتلاحقة للمتظاهرين واستخدامه لتعبيرات وإشارات تهديدية. خلال الانقلاب لم أهرب من أوكرانيا، لقد حاولوا الاعتداء علي لكن لم ينجحوا، سوف أعود إلى كييف حالما يسمح الوضع. لكن المشهد الأوكراني اختلف عن المصري، ففي الوقت الذي استطاع الرئيس الأوكراني الهرب يتواجد الرئيس المعزول خلف القضبان منتظرا محاكمته. فهل ينتظر يانوكوفيتش نفس مصير محمد مرسي؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة.
شكرا للزميلة رانيا عواري على هذا التسجيل الدقيق لأوجه التشابه بين رئيسين معزولين كلاهما ما زال يتحدث عن الصندوق وعن الشرعية، مهما تقول لهم إنه الصندوق ليس شيكا على بياض، لكن الصندوق يمكن للشعب أن يسحبه من جديد في أي لحظة. هتلاقوا الخطاب واحد وكأنهما يلجئان لنفس القاموس ونفس المصطلحات، الشرعية، الصندوق. يعني لو اتعظ الرئيس المعزول محمد مرسي ولما تمسك بهذه المصطلحات العقيمة اللي أدت في النهاية إلى أنه استيقظ على ثورة 30/6 ولم يكن يعتقد أبدا أنها يمكن أن تكون بهذه القوة وبهذه الحشود الكبيرة. الصندوق ليس شيكا على بياض، وأيضا الشرعية يمنحها الشعب ويمكن أن يسحبها كما حدث في مصر وكما حدث في أوكرانيا. الطيارون غاضبون بشدة من تصريحات الوزير السابق كمال أبو عيطة معنا أول أمس حينما تحدث عن أنه الحل في مصر أنه هنعمل حد أدنى للأجور ملوش قيمة، لكن لازم تعمل حد أقصى. إيه هو الحد الأقصى؟ حدده ب 42,000 جنيه. قلنا له طب ما ده هيؤدي إلى صدام مع اللي بياخده فوق ال 42,000 جنيه، يعني اللي بياخد 70,000 جنيه و 60,000 جنيه ده هيؤدي طبعا إلى صدام. هو كان عنده وجهة نظر أنه لا، في هذه اللحظات لابد أن يحدث تكافل مجتمعي. مفيش مشكلة في هذا الكلام، هذا الكلام يمكن أن يكون مقبولا، لكن المشكلة أنه الأستاذ كمال أبو عيطة حدد فئة الطيارين كنموذج، قال سأعطيك نموذجا، وقال أنهم يحصلون على مبالغ كبيرة وفي جيش من الطيارين مش عارفين يشتغلوا. طيب، نقابة الطيارين أصدرت بيانا، هقول لكم إيه اللي جاء في البيان للاحتجاج على كلام الأستاذ كمال أبو عيطة الوزير السابق، بس تعالوا أستعيد معاكم مع ما قاله ثم نشوف بيان نقابة الطيارين. أنا بناشد الطيارين المصريين، ودول قوة، دول ضمن هذا القوة من أصحاب المصلحة في الثورة دي وشاركوا معنا في هذه الثورة. طيب يا أيها الطيارين، لمدة 3 أشهر، لمدة 6 أشهر، لمدة سنة هتاخدوا 42,000. طيب في طيار كبير مش هيرضى بال 42,000، بس في 100,000 شركة بره هتقول له اتفضل يا أيها الطيار المصري العظيم اللي أنت متفوق على طيارين في العالم كتير قوي، تعال اشتغل عندنا وهندي لك 100,000 دولار، مش مصر، مش جنيه مصري. عارف ده هيعمل إيه يا أستاذ وائل؟ في مئات الطيارين المصريين شباب، ناس زي حضرتك كده مثلا عنده ابنه حب يفرح بيه، باع كل ما يملك وعلمه ودربه على الطيران واتدرب وخد ليسنز بيسموها من هنا ومن بره ومن حتت كتيره قوي، وقاعدين في البيوت. هل تتخيلوا بلد الطيارين فيها نايمين دلوقتي؟ في طيارين شباب نايمين في البيوت دلوقتي مش لاقيين شغل. تعالوا هاتوا الطيار دوت، والله العظيم لو قلت له الحد الادنى هتشتغل بالحد الادنى عشان بس قدام مجتمعه وقدام اسرته واهله وجيرانه يبانوا انه بيشتغل وبيطير ويحقق ساعات طيران، تديله مستوى افضل، والله العظيم لو قلت له بالحد الادنى لا ينزل يشتغل. انا بقول ان الحد الاقصى دوت هيخلي الطيارين الكبار تسلم اياديهم، وناس زي الفل ما بقولش في حقهم حاجه، وخلوا سمعتنا في العالم زي الفل في مجال الطيران، بس فيهم ناس انا واثق في وطنيتهم وبشوفهم وبقابلهم في لقاءات عديده مستعد ان يضحي من اجل بلده سنه يشتغل على الحد الادنى دوت لغايه اما تنصلح الاحوال. اشمعنى مش عاجبكم الحد الادنى وتقولوا ده الاقتصاد ما يستحملش؟ اشمعنى الاقتصاد ما يستحملش في الحد الادنى وبيستحمل قوي في الحد الاقصى؟ ده الكلام اللي قاله وزير القوى العاملة السابق في حكومة الدكتور حازم الببلاوي الأستاذ كمال أبو عيطة. هو يطالب بأنه لا قيمة لتحديد حد أدنى للأجور ب 1,200 إلا إذا حددت حد أقصى، يعني ما فيش حد ياخد في الحكومة أزيد من 42,000 جنيه. اللي عاوز ياخد أزيد من 42,000 جنيه يطلع على القطاع الخاص. أعطى نموذجا، تحدث عن الطيارين. الطيارون غاضبون، أصدروا بيانا في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتدبير الاحتياجات المالية اللازمة لتطبيق الحد الأدنى
للأجور تنفيذا لوعودها بالعمل على رفع مستوى معيشة المواطن والموظف البسيط. فقد أصدرت نقابة الطيارين المدنيين المصرية بيانا صباح اليوم الثلاثاء نفت فيه ما أكده كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق حول تجاوز رواتب الطيارين الحد الأقصى للأجور. وقالت النقابة في بيانها أنه لا يوجد طيار من العاملين في الدولة يتجاوز أجره نصف الحد الأقصى للأجور، وتنأى النقابة بنفسها عن أي مزايدات ولا تقبل التشكيك في وطنية وإخلاص الطيارين المدنيين المصريين. وأضافت النقابة في بيانها وعلى العكس من ذلك إن النقابة بتطالب بزيادة أجور الطيارين للحد الأقصى، وذلك للطيارين العاملين بكل الشركات التابعة للدولة. ده بيان الطيارين احتجاجا على كلام الأستاذ كمال أبو عيطة. هم اعتقدوا فيه أنه راجل بيبصلهم في أكل عيشهم أو في لقمتهم، وأنه بيتكلم على أنهم بياخدوا مبالغ ضخمة. هم أكدوا ده بيانهم ردا على كلام الأستاذ كمال أبو عيطة. طيب تعالوا نشوف الحادث المأساوي في السويس. وما فيش شك ان احنا عندنا بنفقد في حوادث الطرق اعداد ضخمه جدا من البشر. هنحاول نجمع لكم لانه في احصائيات مختلفه عن ما نفقده بسبب حوادث الطرق، وحوادث الطرق فيها اسباب كثيره ومختلفه. لكن الحادث المؤلم اللي في منطقة عيون موسى في طريق السويس جنوب سيناء اللي أودى بحياة 23 قتيلا الحقيقة أثار ألغازا كثيرة. تعال نشوف لقاء حصري مع المتهم اللي هو السائق، سائق أتوبيس النقل العام بالسويس فتحي شفيق، بيروي فيه تفاصيل الحادث اللي يعني ربما يكون الصوت ليس قويا قوي، فكتبنا بعض الكلمات على الشاشة. أنا فتحي شفيق عبد الله سواق أتوبيس نقل عام بأهلية شرق دبي أثناء شهوري من 8 موسى بعد 8 موسى حوالي 15 كيلو جينا بعربية نقل وقت ثلاث أرباع الطرق الطريق لا عواكس ولا إشارات ولا حد جنبنا خالص، ففي عربية مقابل ليا في نفس الطريق مدينا نور عادي فحجبت الرؤية عن عينيا. المفروض دي فيها مرور عربيات دوليات وشوف العربيات واقفه على الطريق كمل عليها عواكس او توقع الماي انتظار او اي حاجه. طبعا ده ما حصلش، ده السبب في الحادثه اللي حصلت. وحضرتك سواق اتوبيس الحادث؟ ثاني نعم. حضرتك السواق في اتوبيس الحادث؟ انا سواق الاتوبيس. طيب ده كلام السائق. تعالوا نشوف كمان ليبيا. يعني اعتقد بانه كل مصري يجب ان يكون مهموما بالاوضاع في ليبيا من زوايا كثيرة ومختلفة، من زوايا تتعلق بالعلاقات الوطيدة بين الشعبين وايضا بتهديدات الامن القومي. اذا كانت ليبيا مهددة فمصر ايضا مهددة من خلال ما يحدث من اوضاع في ليبيا. كمان في علاقات وأواصر بتربطنا تحديدا بإقليم برقة اللي أعلن أنه سيقوم ببيع النفط، ورست سفينة كورية بالفعل وحصلت على النفط. لكن كمان في تهديدات موجهة للإقليم، هذا الإقليم الذي يعاني كثيرا بسبب سيطرة الإخوان وتنظيم القاعدة على الوضع في ليبيا، وهو ما أدى اليوم إلى إقالة رئيس الوزراء الذي لا حول له ولا قوة، واللي هو يعني أداة في يد الإخوان وتنظيم القاعدة. مهندس كريم البرعاشي عضو اتحاد مؤسسات المجتمع المدني وهو من بنغازي. مهندس كريم أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ وائل. أهلا بيك. أهلا. مهندس كريم يعني قل لي إيه الأوضاع. سمعنا كمان أنه يعني الإقليم ربما يتعرض لهجوم من قبل التنظيمات المتطرفة عقابا لكم على أنكم يعني أو أنه السلطة في برقة سوف
تبيع النفط في محاولة لتعويض ما نسميه العدالة المفقودة، يعني في عدالة مفقودة في توزيع الثروة. يعني قول لي ايه الوضع عندكم، ما هو الوضع بالضبط؟ تمام. بداية استاذ وائل، ننوه على نقطة واحدة، ان قبل مجيء نظام الدكتاتور القذافي في 69، زي ما تعرف ان ليبيا كانت تتكون من ثلاث اقاليم، برقة وطرابلس وفزان، وكانت مملكة متحدة اتحدت في عام 1950 تحت التاج الملكي إدريس. وقبل ان تتحد كانت إمارة برقة وطرابلس إمارة مستقلة، وفزان كانت برقة تتعامل بالجنيه المصري باعتبار ان اول بنك فتح في برقة بنك المصري، اما طرابلس كانت تتعامل بالليرة الإيطالية، وفزان تتعامل بالفرنك الفرنساوي. سنة 1950 اتحدت هذه الأقاليم الثلاثة تحت التاج الملكي إدريس، إلى أن جاءت النكبة في سبتمبر 69 بمجيء نظام القذافي. نظام القذافي جثم على البلاد 42 سنة، وأصبح يعامل في إقليم برقة معاملة كعدو وكخصم، رغم أن برقة تنتج 80% من النفط، إلا أنه تعمد وفي تهميش وتجهيل وحرمان الإقليم. الأمر الذي كان سبب انفجار ثورة 17 فبراير 2011، وتبعتم أنتم وتابع العالم أن الثورة انبثقت في برقة، وظلت طرابلس تساند القذافي لغاية 8 شهور، وهذا دليل على أن برقة هي المظلومة وهي المهمشة. إلا أنه للأسف الشديد بعد انتهاء الثورة عادت المركزية المقيتة في طرابلس من جديد، وحاولت المجموعة التي سرقت الثورة أن تسير على نفس نمط نظام القذافي من التهميش والاضطهاد لإقليم برقة. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، أن مجموعة كانت مدعومة من قطر وبالترسانة الإعلامية بتاع قطر بالأموال القطرية، استطاعت أن تسرق السلطة وتسيطر على مفاصل الدولة في طرابلس. هذا الأمر يعني الذي يسيطر في برقة، الذي يسيطر على السلطة في ليبيا الآن محسوبون على جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة، ومدعومون من قطر ماديا وعسكريا. هذا ما يعرفه المواطن في الداخل وفي الخارج يعرفه الكل. للأسف ليبيا الآن للأسف ليست، لا توجد فيها هيئة الآن يتحدثون عن السيادة. عندما قرر إقليم برقة والمجلس السياسي لإقليم برقة أن يضع يده على نفط برقة بعد التأكد يا أستاذ وائل من أن النفط الليبي يصدر بدون عدادات، بواخر تنهك النفط نهارا جهارا بدون عدادات. الأمر الذي مين اللي بينهبه؟ مين اللي بينهبه؟ مين اللي بينهبه يا مهندس كريم؟ مين اللي بينهب النفط الليبي؟ وفقا للتقارير السيد رئيس مجلس سياسي الإقليم برقة، أن بواخر من تركيا كانت تحمل النفط دون عدادات ولا رقابة ولا حسيب، وهذا باحتراف الحكومة. يعني احترفت في الفترة الأخيرة أن بعض المواني النفطية لا توجد فيها عدادات. الأمر الذي جعل المكتب السياسي لإقليم برقة أن يضع يده على هذه المنافع النفطية ويضع حد لسرقة النفط الليبي. الآن المواني النفطية أو تصدير النفط الليبي منذ حوالي 8 شهور وقف تصديره وفقا لطلبات المجلس السياسي لإقليم برقة. بعد ذلك باشر الإقليم في تصدير النفط، إلا أن المجموعة خليني أقول لك ليست حكومة ولكن المجموعة اللي هي مسيطرة على مفاصل الدولة رأت أن هذا تهديد لمصالحها فأعلنت الحرب. اليوم بدأ هجوم فعليا، نحن الآن كنا كشهود عيان في منطقة السدرة، بدأ هجوم فعليا من منطقة سرت، وقناة برقة الفضائية بثت إعلان أن هناك كوماندوز من تركيا يشارك في هذه المعركة، وبدأت معركة فعلا والقنوات المحلية تنقل أحداث هذه المعركة. يقال ان هناك جماعات راديكاليه او متشدده اسلاميه تستعين بها اعتقد من يسيطر على النظام تحت اسم الجيش الليبي، في الوقت اللي نفت رئاسه الاركان ان هذه القوات تتبع للجيش الليبي. طب كانت السلطه في ليبيا هددت بقصف السفينه الكوريه اذا ما حملت النفط الذي تم اللي قام
المسؤولون عن السلطة في برقة بيبيعوا بشكل بعيد، يعني بعيد عن الدولة المركزية، هددوا بقصفها. هل السفينة غادرت وهي تحمل النفط؟ المجلس السياسي لإقليم برقة يا أستاذ وائل هو مجلس شرعي مستمد شرعيته من السكان ومن القبائل ومن الأعيان، وهذا مشوار منذ حوالي سنة. الأعيان بايعت هذا المجلس بعد الإحباط الشديد وخيبة الأمل من الحكومة المركزية. زي ما تعرف يا أستاذ وائل، طرابلس تبعد 1050 كيلو متر على بنغازي، أصبح جرائم القتل والنهب والتهريب السلاح على مصر الأمر الذي هدد حتى أمن ليبيا تقريبا. فتنادت جموع سكان الإقليم وأعيان وبايعت المجلس السياسي على أنه يتحمل مسؤولية الإقليم. لا يعني الإقليم نجح، الإقليم نجح في بيع البترول بالفعل ولم يخشى تهديدات الإقليم. المجلس السياسي أعلن رسمي أنه سيبيع، وتعمد نقل مباشر لشحن أول باخرة نهارا جهارا عبر وسائل الإعلام، وشاهدتم عبر القناة العربية الاحتفال. لم لو أراد الإقليم أو المجلس السياسي الإقليم برقة لو أراد السرقة زي ما تدعي العصابة المركزية لباعه في الليل أو في غياب وسائل الإعلام، ولكن نهارا جهارا. وأكد لنا اليوم رئيس المجلس أن الباخرة غادرت وأن هناك شركات أخرى ستباشر بالتعامل مع إقليم برقة، إلا أن هناك من يرى أن مصالحه تضررت، فبدأ اليوم في الهجوم على أمل أنه يسيطر على المرافق النفطية. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، ما يشهده الإقليم من فوضى ومن اغتيالات لرجالات الشرطة والجيش، الأمر الذي أثار ضغينة السكان ويهدد مصالحهم. أستاذ وائل، حتى تعمد أو حتى يعني مضايقة العمالة المصرية أصبحنا نشوف في الأمر، يعني في الوقت التي تستهدف فيه العمالة المصرية نرى عمالة تركية تدخل البلاد بإجراءات سهلة ولا أحد يتكلمها. لا دي واحدة أستاذ كريم، يعني قتل العمال المصريين، وده حدث عندكم في بني غازي، وأنا هسألك يعني تحديد قتل العمال المصريين و طرد العمال المصريين الهدف منه أن يأتي بدلا منهم عمال من تركيا؟ والله هذا سؤال أنا كذا مقاول يعني أثار الشبهات. إحنا زي ما تعرف يا أستاذ وائل، إقليم برقة يرتبط بعلاقات مع مصر، يعني تكاد نسبة 60% من السكان ترتبط بعلاقات مفاهرة ونسب مع مصر وعلاقات مستمرة، بعكس اخواننا في طرابلس فهم يرتبطون بنفس العلاقه ولكن مع تونس من ناحيه المصاهره والبزنس والاقتصاد. نحن ليس لنا اي مشكله مع العامل المصري، مع العمال المصري، نفس الثقافه، نفس السلوك، نفس التعبير، ولا ندري من هو الذي يستهدف هذه العماله المصريه، الامر الذي وضع علامه استفهام. هل هناك جهه تريد ان تطرد العماله المصريه بطريقه غير مباشره؟ لم نجد جواب لهذا السؤال. في الوقت ان هناك عماله اسيويه تتوافد على ليبيا ولا احد يعني يقترب منها. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى، هناك لوم على الخارجيه المصريه. الحقيقه ايقاف التاشير الدخول الليبيين هذا سبب يا استاذ وائل ضرر كبير. هناك صغار تجار الذين يتعاملون مع مصر بشكل يومي بشكل اسبوعي، الان تعطلت مصالحهم. يعني انت اذا كنت تبي تعاقب الارهابيين مثلا، هل تعاقب السكان الاقليم بالكامل اللي هم عندهم مصالح؟ هناك من يستورد حتى في الخضار يا استاذ وائل من مصر، هناك من يستورد في مواد البناء، هناك من يستورد في الاثاث. تعطلت والان الناس تمت تتجه الى تركيا والى اسواق اخرى. لا ندري لماذا ايقاف التشيره على الليبيين، يعني في الوقت اللي ان المواطن الليبي يدخل الى تركيا بدون تشيره، يدخل الى تونس بدون تشيره. الناس هنا في اقليم برقه تسال لماذا هذا العقاب؟ هل نحن مسؤولين ام انتم تريدوا ان تعطوا فرصه للارهابيين ان يتمكنوا وان يعزلوا ليبيا عن مصر طيب. بالكامل؟ استاذ مهندس كريم، يعني يقال انه قطر بعد ان خسرت في سوريا وبعد ان خسرت في مصر لن تخسر في ليبيا، يعني وبالتالي يقول البعض انها ستغدق الاموال في ليبيا تحديدا حتى ينتصر الجناح الموالي للاخوان ولتنظيم القاعده.
والله هذا واضح للعيان، يعني القطر لا تخفي ذلك، يعني دعمها للمؤتمر الوطني ودعمها للمفتي، المفتي الآن حرض على قتل الليبيين، يعني عندما المفتي أمس أصدر فتوى أن من يذهب إلى تحرير المواني النفطية فهو شهيد، وقتل فهو شهيد، ولا يعني للأسف شديد وكأنه يوزع في صكوك الغفران التي كنا نسمع عنها، يعني بدل هذا المفتي بدل ما أن ينصح بالنصيحة وبالحل السلمي وبحل مشاكل برقة الاقتصادية وأن برقة قد همست، لا يأمر المقاتلين من طرابلس، بل أن الآن إحدى الفضائيات قناة برقة الفضائية بث الآن خبر عاجل أن هناك كوماندس تركي داخل هذه الميليشيات العسكرية التي الآن تحاول فك الحصار على المواني النفطية. وطبعا إذا ما سيطر على المواني النفطية أنت تتحدث على 80% من النفط الليبي في ظل عدم وجود حكومة قوية، فبالتالي حتكون حسابات يعني لا يوجد عليها لا رقيب ولا حسيب. الآن المجلس السياسي يقوم برقة يعني يناشد حتى الأخ، أنا عبر قناتك الفضائية نناشد الأخ رئيس جامعة الدول العربية أن يبعث حتى بمبعوث شخصي يجلس مع المجلس السياسي ويستمع، يعني عوضا يعني دائما يتحدث عن الحكومة المركزية. الحكومة المركزية مخطوفة يا أستاذي العزيز، الحكومة المركزية. طيب مهندس كريم هنا، لماذا تمت إقالة رئيس الوزراء الليبي الدكتور علي زيدان اليوم؟ لماذا؟ زيدان يا أستاذي العزيز، احنا نعاني من نسميهم بأشباه الإخوان، الآن ليسوا الإخوان ولكن أشباه الإخوان هم الذين نعاني منهم. زيدان حاول أن يلعب يعني موقف ذكيا، أن يرضي كل الأطراف، أن يحاول أن يقدم نفسه على أنه شخص ليبرالي، ولكن هو كان في نفس تيار الإخوان والسلطة اللي هي يعني مسيطرة الآن في المشهد طرابلس. فبين طرابلس وبنغازي يا أستاذ وائل 1050 كيلومتر، يعني لا يمكن أن تتصور مدى الشعور والتهميش التي تشعر به بنغازي وبرقة بالكامل، رغم أنها تنتج في 80%. بالإضافة إلى ذلك دائما الحكومة مثل الأيام القذافي، من أبسط الأسباب أقفل الحدود مع مصر، من أبسط الأسباب القذافي كان يتعمد أيام السادات رحمة الله عليه، تعمد أن يقطع العلاقات مع مصر حوالي 12 سنة، يعني لا يريدون علاقة مع مصر، اللي يريدون فقط أن تذهب إلى تونس، أن تذهب إلى تركيا، أن تذهب إلى قطر، لا ندري هذا السبب. نحن الآن عبر هذه القناة نناشد الأخ أمين جامعة الدول العربية أن يفتح باب نقاش مع المجلس السياسي الإقليم باقة، وأن يستمع منهم حتى يرى يعني من كل الأطراف، أما الاستماع من طرف واحد لا توجد في ليبيا حكومة تسيطر على الدولة. يا أستاذي هناك مطارات أوت أوف كنترول زي ما يقولوا خارج سلطة الدولة، مطارات يقال إن طائرات قطرية تهبط وتطلع ولا أحد يدري ماذا فيها في طرابلس، وهذه بشهود العيان يعني. طيب مهندس كريم البراسي عضو اتحاد مؤسسات المجتمع المدني، ألف شكر. طبعا إقليم برقة هو الإقليم المتاخم للحدود المصرية واللي فيه علاقات مصاهرة بين العائلات المصرية والعائلات الليبية، وهم لا يرضون أبدا بسيطرة الإخوان وتنظيم القاعدة على السلطة في ليبيا وفي طرابلس تحديدا. هتلاحظوا الناس في بنغازي وفي إقليم برقة تحديدا أكثر حبا وأكثر اقترابا من مصر وأكثر خوفا على المصالح المصرية، لكن في كل الأحوال هم قالوا إيه بقى؟ قالوا لا إحنا هنبيع النفط الليبي، وقاموا بالفعل ببيع 80% من النفط الليبي عندهم، قاموا بالفعل ببيع النفط البترول لأول سفينة كورية وقاموا بالاحتفال بذلك. السلطة في ليبيا هددت بقصف السفينة ولكنها لم تفعل وعجزت عن ذلك. هم عندهم مخاوف طبعا انه قطر التي خسرت الاوضاع في سوريا وفي مصر وفي تونس بالتأكيد لا تستطيع ان تلعب، لان المجتمع في تونس لا يمكن ان يميل للتشدد الديني والتطرف. القوى اللي بتميل للمجتمع المدني في تونس قوى قوية وكبيرة، وبالتالي لم يعد امامهم إلا الساحة الليبية التي أصبحت ملجأً للتنظيمات المتطرفة، إخوان وقاعدة بدعم وأموال من قطر ومن تركيا. نفس السيناريو
اللي كان مخططا له ان يحدث في مصر. يعني لما تسمع المهندس كريم هو بيتكلم هو نفس السيناريو تماما، تركيا وقطر تتحالفان مع جماعات متطرفة إخوان وقاعدة للهيمنة على الأوضاع. المحل الشهير اللي كان قد أثار جدلا لأنه بيعمل شوكولاتة السيسي، البعض هنا ممكن يتخيل أنه استخدام اسم السيسي حيؤدي إلى المزيد من النفوذ، لكن العكس اللي حصل. صاحبة المحل بتقول أنها عوقبت بسبب ذلك، وإن الموظفين الذين ينتمون للإخوان في الإدارة المحلية يعني يتصيدون لها المخالفات ويضيقون عليها الخناق فيما يتعلق بالكهرباء بالمية، وكمان عملوا إيه؟ أزالوا الواجهة بتاعة المحل، وهتشوفوا من خلال المشاهد هي تتهم بعض الموظفين المحسوبين على جماعة الإخوان بعقابها لمجرد إنها عملت شوكولاتة السيسي. ثورة 30/6 عملت الشوكولا بتاعت السيسي، وأنا شخصياً أنا واحدة ملياش في السياسة خالص، أنا كل اللي بعمله بعمل شوكولا وبديكار وكده أياً كانت يعني. وابتديت طبعاً بعد ما عملت الشوكولا كان بيجي لي مضايقات، بس مضايقات مقدور عليها. حد من الإخوان كان واحد محترم جداً جي قال لي عايز 100 كيلو شوكولا ربعة، رفضتها فمشي يعني ما ضايقنيش في حاجة يعني. بعد ما رفضتها ابتدى بقى تلاقي مضايقات من وقت للتاني، تبص تلاقي بتوع الكهرباء جايين يضايقوني، في كهربتك مش ماشيه مظبوط، يجوا يشوفوا يقول لي ادفعي غرامه. طب شوف ما كهربا ماشيه مظبوط، انا ماشيه صح. بعد ما ادفع الغرامه يقول لي لا صح، لا كان كويس. طب مش هترجعوني الغرامه اللي انا دفعتها؟ لا خلاص بقى. وبعدين يجي الميه شويه، ميه شويه، كهربا شويه، وانا كنت بحلها بحيث مش عايزه مشاكل. لو حاجه مقدور عليها ان احنا ندفعها ونعملها ماشي، ما فيش مشكله، انا مش عايزه اعمل مشكله مع حد. وبعدين جت بقى اخيرا حته ان هم قرروا ان هم قالوا بعتوا لي انذار، يعني ما وصلنيش انذار من حد نهائي، ما وصلنيش، ما يشوفوا الاوراق يوريني الانذار ان جالي انذار ان انا طالعه ببروز 30 سنتي. كسروا لي الدنيا امبارح، ان هم جاي حاجه بفترة بفترة بفترة، اللي هو تحسي ناس بتغل وهي بتكسر يعني. تكسير اولا كسروا الواجهه كلها، اوكي، وهي دي اللي طالعه 30 سنتي اللي عامله اشغال طريق، 30 سنتي تعمل اشغال طريق فوق الباب. لا، بعد ما كسروا كده ابتدوا الازاز كسروه ودخلوا داسوا على الشوكولاته. ليه يعني؟ ليه الافتراء ده؟ ازاي انت بتنفذ قرار من غير وجود صحاب المكان؟ انا او بهيره ازاي تكسروا وتسيبوا على المفتوح اللي الفلوس اللي تضيع والهدوم اللي تتبهدل والشوكولاته اللي تداس عليها بالرجلين؟ يعني بيني وبين حياتك يعني فين القانون؟ حصل امبارح ان احنا اتفاجئنا، جه قرار بتشميع المحل وامر ازاله بالبروز اللي عن المحل، وقالوا ان احنا اعلنوكم ما اعلنناش باختارات، مع اننا هنا عدد كبير شغال وموجودين باستمرار، المكان مفتوح اكتر من 12 ساعه في اليوم، ويعني المكان حصل فيه ازاله بشكل زياده عن اللزوم. يعني حتى لو في ازاله بيبقى ليها مكان، هم اتعدوا على المكان كمان، اتعدوا على مساحه العماره. صاحبه المحل اساسا معانا من سنين طويله، وهي انسانه يعني كويسه، والمحل ما عملناش اي مشاكل. هم بيقولوا ان هو احنا اشتكينا، احنا ما اشتكيناش، ما حدش في العماره اشتكى، ومحدش اساسا. احنا كنا مبسوطين انه فتح تاني وفتح شوكولا، وقبل كده كان ملابس وما عندناش اي مشكله فيه خالص. والمدرسه كل البنات اللي فيها بيجوا ياكلوا عندها، هيشتكوا ليه؟ المدرسه هتشتكي ليه؟ اللي هي بتعمل ايه غلط؟ طيب تعالوا نشوف ثقافة اللحمة.
لازم يبقى عندك ثقافة اللحمة. ثقافة اللحمة يعني ايه؟ تاكل لحمة بلدي ولا تاكل لحمة برازيلي ولا اثيوبي ولا سوداني، ولا تخاصم اللحمة احسن؟ ثقافة اللحمة عملنا لكم في ثلاث تقارير هنبدأها مع البائعين، خاصة انه الناس بتسأل. طبعا في لحوم بنجيبها من البرازيل، وفي لحوم بنجيبها من اثيوبيا، وفي لحوم بنجيبها من السودان كمان. البرازيل لانها هتنظم كاس العالم فمحتاجه لحوم كتير، فبدا الاستيراد منها يقل، بالاضافه الى انه البرازيل تفوقت اقتصاديا عقبالنا، وقيمه عملتها بدات تتفوق امام الدولار، وبالتالي اللحمه اللي هتجيلنا من عندها هتبقى غاليه، عشان كده هيبتدي يتوقف الاستيراد، او مش يتوقف يعني يقل. تعالوا نشوف ثقافة اللحوم، بلدي ولا برازيلي ولا أثيوبي ولا سوداني، ولا تخاصم اللحمة أحسن؟ هنبدأ مع البائعين. يعني هم في حاجتين حضرتك، عندي اللحم البلدي، اللحم البلدي موجود حضرتك، الختم بتاعه بتاع الختم بتاعه اللي هو الختم الاحمر المستورد دايما، الختم اللي هو الموف يعني دايما. دي حاجتين. في حاجه تانية بقى ممكن ما يكونش الدبح متعلقه، ممكن تبقى موجوده في قلب الثلاجات في قلب السرافيز، فدي ليها مواصفات معينه. دايما اللحمه البلدي بيبقى اللون بتاعها وردي، اللون بتاعها فاتح وزي ما حضرتك كده شايف في الثلاجه. المستورد السوداني او الاثيوبي بيبقى اللون بتاعه داكن شويه او غامق، ده انتركوت او روزبيف بلدي، ده اللون بتاعه وردي. السوداني بيبقى غامق او الاثيوبي بيبقى غامق، ما يبقاش بنفس المنظر دوت. وممكن حاجه تانية بتلاقي السوداني دايما الصفار هنا زايد، ليه؟ هو عايش على المرعى بتاعته ما خلش علف. اللحوم البلدي بتتفاوت اسعارها، بتبدا من اول 60 جنيه لغايه 80. المستورد عامة اللي هو الأثيوبي أو السوداني بيبدأ من 45 جنيه لأعلى حاجة عنده 55، يعني طعمه حلو والأرخص في السعر والجودة بتاعته حلوة. في بعد كده بقى بعد منه البرازيلي، البرازيل بس لا البرازيلي مجمد. في مطاعم بتستعمل المستورد لأن هو بيبقى معاه في التوضيب أحسن. دي لحم برازيلي، النوعية دي بتعتبر أفخم من كباب الحلة. الزبون في معظم الزبائن بيحبوا الحاجات اللي زي دي، تقطع لهم طرنشات عشان يعملوها صواني او يعملوها كباب حله. في عندي حاجه زي البيتيلو هات اللي هو زي كده، دي الفخده البيتيلو بتبقى متشافيه من العظم بتاعها، بتقطع بالشكل دوت، يا اما طرنشات تعمل صينيه، يا اما يعملها كباب حله عشان يعملها مع البصل وكده. لا عامه السوداني عشان بيجي من بلده صاحي ويتذبح في مصر بيبقى اكل من المرعى المصريه شويه، فبيبقى ياخد نسبه السعر بتاعه بيبقى اعلى من السعر المجمد. المجمد بيعتبر نسبه الفيتامينات بتاعته بقت قليله عن نسبه الفريش. لا بيسالوني على الاثيوبي والسوداني، بنقول احنا بنتعامل مع البلدي. السوداني بيبقى قليل قوي التعامل فيه هنا اهوت، او بنسبته يعني تعد 1 او 2% الطلب عليه. لكن بالنسبه للمستورد والبلدي، البلدي بيبقى بنقول بنسبه 80% والمستورد بنسبه 60%. رقم واحد اللي هو البلدي المصري، وبعد كده رقم اثنين البرازيلي. بيعتبر البرازيلي بنسبه 70 او 75% مقارب من البلدي. والله في ناس برضك بعد ناس يقول لك ممكن يكون مش تبع الشريعه تبع ده، وبالنسبه للاسعار برضك يعني في بيفضلوا كنوز المشافي. تعالوا نكمل معاكم ثقافة اللحمة، نشوف بقى مع المستوردين. عندنا أسعار حرارية فقيرة جدا، أي حد أي منفذ بيبيع لحمة المفروض يعرفك إذا كانت ديت منشأها إيه، سوداني أو برازيلي أو أثيوبي أو غيره يعني، وات إيفر يعني. حتى في المنافس بتاعت الحكومه برضو بيبقى محددين، منافس الحكومه كلها بتبقى محدده نوع او منشا اللحمه الموجوده عنده بيبقى محدد، برازيلي او سوداني او هندي. سوق اللحوم ما بيخسرش، بيجي اللحوم المجمده برازيلي وهندي واسترالي ونيوزيلندي. بتيجي اللحمه الفريش المستورده بتيجي من استراليا والبرازيل
وأثيوبيا والصومال والسودان. بتيجي اللحمة الأسترالي البرازيلي عن طريق مجزر السخنة، وبتيجي اللحمة السوداني عن طريق أبو سمبل في السودان. فاللحمة المجمدة عامة كترتيبها في البيع اللحمة الهندي البرازيلي الأسترالي نيوزيلندي. في الإقبال مثلا عامة لما بتيجي المصريين بيستهلكوا اللحمة المجمدة الهندي والبرازيلي، معدل السلاكة أعلى من اللحمة السخنة. تختلف طبعا في السعر، السعر طبعا هو اللي بيحكم، وفي ناس بتتجه مثلا المجمد وفي ناس بتتجه للفريش المستورد السخنة. ده بيبقى سعره ممكن قريب مجمد، وكفريش أحسن مضمون أكثر من المجمد حسب ضمير كل واحد. ممكن مثلا واحد يبيع اللحمة المستوردة ان هي لحمة بلدي، في ناس بتاخد مثلا السخنة أو السوداني يبيعه ان هو بلدي، والعميل ممكن ما يقدرش يفرق. شركات عامة ممكن يعني بيبقى سوء تخزين مثلا من الناس المسكين التلاجة، يعني مثلا ممكن اللحمة لو اتفكت وجمدت تاني بتعمل ليفروست بكتيريا، ممكن يعني يفحصوها لو هي البكتيريا اللي فيها ضرة أو نفعة. لو ضرة بتتعدم، لو نفعة بتنزل عادي حسب تقرير الصحة ما بيقول. ممكن لو لحمة جت مثلا من البرازيل أو الهند أو أي دولة بتيجي، لو اترفضت فيها حالتين، يا بتتعدم يا بتعمل لها إعادة تصدير. مستورد ومصدر هما اللي إيه بيتفاوضوا، فممكن مثلا أنا أشيل نص المصاريف وهو أشيل نص المصاريف. حاليا بتدخل كلحوم حية وبتتذبح على الحدود المصرية في الحجر الصحي، عشان اللحوم تذبح اما بتذبح بتاخد فتره صلاحيه 14 يوم، فلو اتنقلت محتاجه نقل جوي تكلفته عاليه، هتبقى عاليه على المستهلك. والفكره اصلا في استيرادها احنا بنجيبها من بره عشان يبقى تكلفتها قليله للمستهلك المصري نظرا لارتفاع اسعار اللحوم البلديه، فبالتالي بتبقى الاسعار هناك اقل عشان الفائض انتاج عندهم. اما احنا عندنا انتاجنا مش بيكفينا، احنا بنستورد عشان احنا الانتاج المحلي اقل من الاستهلاك. ده دور البياع اللي بيعرض المنتج ان هو يسميه، يعني ده منشأه البرازيل، ده منشأه استراليا، ده منشأه السودان، لازم يعرف المستهلك بيه. في النهاية هي كل اللحوم اللي غير البلدية بتساوى عند المستهلك، لأنها كلها بتاخد ختم واحد اللي هو اللون الأزرق، غير اللحوم البلدية اللي بتاخد ختم أحمر. لا، هو الأسعار ثابتة من فترة، وبس السوق هو اللي بينزل تحت. حتى كميات الاستيراد اللي كنا بنستوردها أقل بكتير من زمان. أكبر شريحة من شرائح المستوردين بيستوردوا من البرازيل. البرازيل دلوقتي عندها استعداد لكأس العالم، فبيحجزوا كميات لحوم كتيرة هناك استعداد لاستضافة الحدث، بالإضافة إلى أن عملتهم سعرها عالي قدام الدولار، فده أدى لارتفاع سعر اللحوم اللي ما بقاش يتناسب مع السوق المصري. قطاع السياحة هو أكبر قطاع بيستهلك اللحوم المستوردة، والسياحة الفترة اللي فاتت دي مش بالقوة اللي تستوعب حجم السوق اللي كان موجود قبل كده. لما بنقلل الكميات بيقل معها نسب الربحية بتاعة الشغل، لدرجة ان في مستوردين كتير في مصر دلوقتي بيخسروا في اللحوم، بالإضافة الى ان القوة الشرائية اللي موجودة في مصر دلوقتي قلت، يعني الناس ما بقتش بتاكل لحمة زي الاول. اللي ما فقدش دخله فدخله ثابت، اللي دخله ثابت لغاية دلوقتي هو كان بيشتري كيلو اللحمة بخمسين جنيه، كيلو اللحمة بقى بسبعين جنيه، بقى بخمسة وسبعين جنيه، بقى بثمانين جنيه، وهو لازال بياخد المرتب هو هو. فأكيد متأثر، اللي كان بيشتري ثلاثة كيلو بقى بيشتري اثنين، اللي كان بيشتري اثنين بقى بيشتري واحد، لغاية لما بإذن الله البلد حالها يتصلح بإذن الله. فئة لا تتعدى من 10-15% من الشعب المصري بتستهلك اللحوم البلدي، فئة في حدود ال 30-40% بتستخدم اللحوم المستوردة بأشكالها، وإن كان الفئة الأكبر فيها في البرازيل، وفئة ما بتستهلكش لحوم. لا، هو لو اللحوم تاني ربح بعد سوق المخدرات، يعني الناس كلها تتاجر في اللحمة، ييجوا يشوفوا احنا دلوقتي بنعاني قد ايه خسائر. هي من 5-6 سنين كانت المقولة دي ممكن نقول ان احنا كنا بنجيب لحمة وبنكسب فيها كويس، انما دلوقتي لا، الموضوع بقى صعب جدا. بنحاول ننوع معاكم التحقيقات المختلفة من التحقيقات المتعلقة بالمدارس. بدأنا بالفن وبعيد الفن وبمكالمتين نعتز بهما مع الفنانة الكبيرة فاء
فاتن حمامة والفنانة الكبيرة نادية لطفي. هنعيدها لكم في نهاية الحلقة، مكالمتان مع الفنانتين فاتن حمامة ونادية لطفي، هنعيدهم في نهاية الحلقة. كمان نوعنا المصايب المتعلقة بالمدارس والقضايا الكثيرة والمتعددة المتعلقة بالإرهاب المسلح، وأيضا ما يتعلق بثقافة اللحمة. نكمل معاكم ونشوف بقى المستهلكين بيتعاملوا ازاي مع اللحوم، بلدي ولا برازيلي ولا سوداني ولا أثيوبي، ولا من الأفضل انك تخاصم اللحمة. الحقيقة أنا مش ملاش في اللحمة قوي، يعني بنجيبها مرة كده كل شهر، يعني عشان حضرتك عارفة طبعا غالية وكده الأسعار، بس احنا بنشتري الفراخ أكتر يعني. لا بشتري اللي هي البلدي. لا المستورد الحقيقة ما جربتهاش قبل كده، يعني بالشبه كده، وبرضو ساعات بستعين بالناس بيفيدوني طبعا. هي حضرتك معروفة أن اللحمة غالية شوية، فاحنا بنتجه للفراخ يعني. يعني أنا بجيب البرازيلي عامة. لا البلدي برضو ما بيبقاش فيها سمين زي البرازيلي، البرازيلي فيها سمين اكتر من البلدي. لا في الطعم كمان وفي الريحه. لا بلدي في المفروم بس، عشان بعملها مكرونه بس. شو الحلقه الاقتصاديه، لان اللحمه البلدي ليها الرمز الاول في كل حاجه يعني، حتى في الاختيار يعني. البيع بتاعها بقى قليل جدا، فاكيد هي بترخصها يعني. الواحد لو كان بيجيب مثلا يعني جزار لحم بلدي، كان بيجيب مثلا عجل بيبيعه في خلال 3 ايام، بقى بيبيعه في 10 ايام دلوقتي، او بيبيعه في اسبوعين، فطبعا ده بالنسبه له بيقل الربح بتاعه، فاكيد بيقل بالنسبه له. والله انا متجوز فاضطريت ان انا لازم اجرب المستورد شويه يعني. لا بشتري البلدي، اشتريت المستورد بس ما ارتحتلهوش. يعني مش برضك القيمه الغذائيه بتاعته مش زي قيمه البلدي. الاسعار بصراحه عشان تكون صراحه، المواطن المصري حاليا بيئن من الاسعار، لان اصبح دلوقتي المعاش على قد الانسان، واصبحت المعيشه صعبه جدا جدا جدا، واصبح المرتب مع والمعاش ما بيكفيش الاحتياجات اليوميه بتاعتنا، ويجي على اخر الشهر يبقى الانسان خلاص على الاخر. موضوع اللحمه، انت اللحمه دي مش هتجيبها لوحدها، اللحمه محتاجه ايه؟ محتاجه بطاطس، محتاجه طماطم، محتاجه خضار، محتاجه عيش. لا انا بحب البلدي. طبعا ده بالطعم، يعني الطعم ده بيفترق عن دول. ايوه طبعا، من لون حتى كمان، يعني عندك المستورده دي بتبقى لونها غامق وحمرا غير البلدي. لا بصراحه المستورده ب 33 جنيه الكيلو بالنسبه لنا معقوله حلوه، يعني مثلا في المناسبات. شايفه ان اسعار اللحمه غاليه قوي؟ من لو جبت 2 كيلو لحمه مش هيكفوا عيالي ولا انا ولا بيتي. وكام؟ ب 70 جنيه و 55 جنيه. انا باخد اللحمه اللي هي بقول لي ب 33 جنيه بشتريها واعملها وتبقى حلوه. على السعر. لحمه برازيلي. ده كل ما يتعلق بثقافة اللحوم استيرادا وبيعا واستهلاكا. طيب تعالوا نشوف التقرير الأخير. تم القبض على أحد المتهمين بالمنوفية، اسمه محمد دري، ده إرهابي اللي كان عمل التفجير بتاع القنبلة بتاعة السينما اللي في الهرم، بالإضافة إلى أنه عمل إيه بقى؟ استأجر شقة أمام الأمن المركزي في المنوفية عشان يقوم بتصوير وتسجيل كل ما يتعلق بتحركات وأسلحة الضباط والجنود، وبعد كده يشوفوا إزاي هتتم عملية اصطيادهم. هذا المتهم باعترافاته سافر إلى سوريا وليبيا وتركيا، وهو يعتقد بأنه يجاهد في سبيل الله، واستخدمته جماعة الإخوان. عنده 30 سنة. تعالوا نشوف نجحنا في تصويره والتسجيل معه. رحت سوريا ورحت ليبيا. طبعا رحت سوريا ورحت ليبيا يعني كده بقى اتعلمت يعني شويه. هو اللي بيروح سوريا وليبيا بيعملوا ايه؟ بعد ما خلص الثوره عندنا رحت طالع ليبيا. جهاد في سبيل الله. ليبيا وسوريا يبقى ايه؟ يبقى جهاد في سبيل الله. مش بريئه المقاتلين. عندي هم كفار. قذافي وبشار يعني. لا مش بيصعب، الكفار ما بيصعبوش عليا. زي اليهود يعني زي اليهود والاسرائيليين بالظبط. ربنا سبحانه وتعالى قال قاتلوهم، يعني ربنا امرنا بيهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى امرنا بقتالهم.
انا في اعتقادي ان مفيش جهات في مصر. انا جيت في شهر 3، من شهر 3 لشهر 6 لغايه شهر 8، ولا انا كنت مستني يعدي فتره 6 شهور عشان انا كنت ممنوع اطلع تاني عشان كنت كسر الفيزا في تركيا. كنت مستني 6 شهور على اساس ان انا اخرج تاني، اخرج بسهوله. مرسي خرب الدنيا وبهدل الدنيا، مش هينفع. فقلت انا استنى 6 شهور واطلع تاني سوريا. ما كانش في دماغي في مصر دي اي حاجه، ولا كان في الدماغ اساسا ان واحد يعمل اي حاجه في مصر يعني. بعد الفضل الاجر. الله عز وجل بيقول: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران، ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. احنا اللي يعني الله عز وجل هو اللي بيشتري، احنا اللي بنبيع، مش بنقاتل ناس وبنغنم منهم حاجات. جيش بشار ده يعني. انت لما بتدخل ناخد معسكر منها، مش في المعسكر ده بيبقى فيه اسلحه، بيبقى فيه عربيات، بيبقى فيه فلوس، بيبقى فيه اي حاجه. الفلوس دي كلها بتتجمع وتوزع على، تبقى تدخل في بيت من المسلمين، توزع على المسلمين كلهم. هنتقابل يوم القيامه عند الله عز وجل ويبين لنا من هو على الحق ومن هو على الباطل. شايفين الفهم الخاطئ للإسلام واستخدام نصوص قرآنية لتفسير وتبرير العمليات الإرهابية التي يقومون بها، هذا هو الخطر يعني. بالإضافة إلى أنه طب ده سافر سوريا إزاي وليبيا إزاي وتركيا إزاي وكيف يتم استخدامه، وشايفين طبعا اللهجة التي يتحدث بها. أعتقد أن احنا أمام نماذج كثيرة ومتعددة من هذا الشكل ومن هذا النمط بيتم استخدامهم في العمليات الإرهابية الكثيرة والمتعددة في مصر، اعترافات في منتهى الخطورة. هذا هو ما تمكننا من الحصول عليه. هطلع فاصل وبعدها هنشوف إضرابات الأطباء لما يبقى فيه إضراب في قطاع حيوي ومصيري بهذا الشكل يتعلق بحياة البشر، لكن كمان عندهم مطالب. طيب كيف يمكن أن نوازن بين هذا وذاك؟ هل توافقون على إضراب الأطباء ولا لا؟ هل توافقون على مطالبهم؟ هتبقى عندنا مناظرة تتعلق بهذه القضية بعد قليل، وأذكركم بأن احنا هنعيد عليكم في نهاية الحلقة المكالمتين مع الفنانتين الكبيرتين فاتن حمامة ونادية لطفي.